ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب قال وأخبرنا الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام وتحداه دين الكتاب. جيبوا 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 اعطيني جيب الكتاب خلاص جيب الكتاب جيب الكتاب. شوف الكلام من نفس كتاب ذات المأصل مصوره ده قال شنو ده كتاب حامد مكتبي ها. طيب قال في صفحة 76 قال وأيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. تلقى حامد وقف لحتينا كلام عند تمامة. قال وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق ما يوسر عن نبينا بخلاف أصبر 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 يا كساب. لكن هل قالوا الله في صورة بشر والبشر ده اللي هو الله اسمه آدم ليوم القيامة بديك فرصة إن عشنا إن شاء الله جيب البازو التبجري قالوا الله اسمه آدم زي ما قلت كذب 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 رضيت ولا ما رضيت. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أولا يا جماعة إحنا نتكلم عن سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبب نزول هذه السورة يا جماعة اليهود قالوا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك فنزل سورة الإخلاص نزل سورة الإخلاص. إذا لما نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد لا كان قلنا الله في شكل بشر وبيشبه البشر معناه نفينا كلمة التوحيد معناها هذه عقيدة فاسدة بيشبه الله بالمخلوق عقيدته كافرة وكافر وما قلت أنا بقوله من داخل الكتب. أولا كتاب تلبيس الجهمية مطبوع الكتاب في المملكة العربية السعودية الرياض المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مجمع أضبط الزمن شوف الزمن كم مضبوط كويس. طيب المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية أي زول يسند كتاب يتكلم منه من رأسه من أقبل أي بس مملكة بل وزارة الشؤون الإسلامية مجمع الدعوة والإرشاد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الأمانة العامة بيان تلبيس الجهمية في بيان تأسيس بدعة الكلامية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الجزء الثاني العلو الاستواء الحد الجسم الحيز الجهة يقول الله جسم. طيب من غالب علماء السلف إن الله جسم. طيب نشوف ابن تيمية يقول أن الله سبحانه وتعالى في شكل شاب أمرد عليه تاج من ذهب في رديه علام من ذهب صلى رسوله. إذن هذه عقيدة فاسدة عقيدة بتاعت يهود ما عندها علاقة بالإسلام لا من قريب لا من بعيد. تلبس الجهمية بيقول في صفحة 9 ابن تيمية في الجزء السابع صفحة 365 صفحة 366 الخامس أن حديث أم الطفيل نص على أن الصورة كانت للمرأة حيث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذكر أنه رأى ربه في صورة شاب أمرد موفر في رجليه. بس ما تقاطع يا اخي صلي على رسول الله نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا سجل يا جماعه سجل المحاضره سجل وسجل وقف الزمن وقف الزمن بعد لما حامد يجي يبدا عشان ننصر حامد يجي يضبط الزمن وقف الزمن ده راح صديق كيف يلا سدوا يا جماعه. طيب نواصل يا جماعه نواصل يا جماعه نواصل حديث ام الطفيل حديث ام الطفيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذكر انه راى ربه في صوره شاب امرد موفر في رجليه خضره
عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. ابن تيمية اعتقد الله سبحانه وتعالى في شكل شاب أمرد. وهذا الحديث باتفاق علماء الجرح والتعديل حديث موضوع يضع ابن تيمية في كتب العقائد. نشوف في كتاب الاستقامة دكتور أحمد شاكر وبيعلق على هذا الكلام، الاستقامة لابن تيمية لأبي العباس ابن تيمية تقي الدين تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الجزء الثاني المملكة العربية السعودية جامعة محمد بن سعود الإسلامية مكتبة ابن تيمية القسم الأول الحديث الموضوع ابن تيمية يضعه في كتب العقائد. الله في شكل شاب أمرد عليه تاج من ذهب في رجليه علام من ذهب، صفحة تخريج الحديث الصفحة 167. طيب تخريج الحديث في ذلك حديث رأيت ربي في أحسن صورة في المنام صورة شاب رجلاه في خضرة عليه نعلان من ذهب عليه فراش من ذهب. قال الشوكاني في فوائد المجموعة الصفحة 447 رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب وهو موضوع في إسناده وضاع وكذاب ومجهول. حديث موضوع يضع في كتب العقائد ويعتقد ربنا سبحانه وتعالى في شكل شاب أمرد عليه تاج من ذهب. طيب كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق أي إيمان هذا؟ كتاب ده مطبوع في المملكة العربية السعودية مؤلف الشيخ حمود التويجري معلق عليه ابن باز ربنا سبحانه وتعالى في عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. يعني إذا اعتقدت الله في شكل بشر ده عقيدة ابن باز، عقيدة العثيمين، عقيدة كل الجماعات السلفية عندهم الله في شكل بشر، الله في شكل بشر اسمه آدم. نخلي بالنا يا جماعة عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري غفر الله له علق عليه ابن باز. ابن باز يعلق على هذا الكتاب ويقول أما بعد طيب يقول تعليق ابن باز على هذا الكتاب في هذا الكتاب المؤلف. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال تمتاز هذه الصورة عقيدة في أما بعد فإن هذه الطبعة الثانية كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وهي تمتاز عن الطبعة الأولى بأربع أشياء. أولها تصدير الكتاب بتقرير صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عبد الله بن باز. ثاني تصحيح كثير من إشكالات الواقع في كلام شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية على ناس خطوة أخرى خطية كتب فيه الغرض الثاني. طيب الحديث اللي اعتمدوا عليه أنه حديث مرسل حديث ضعيف في أنه هذا الحديث الضعيف يوضع في كتب العقائد. حديث لا تغبح الوجه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. تخريج الحديث قد أعلى ابن خزيمة الحديث الموصول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بثلاث علل، إحداهن أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فأرسل والثوري ولم يقل عن ابن عباس. الثاني أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمع من حبيب بن ثابت. الثالث أن حبيب بن ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمع من عطاء. وقد تبع الألباني تعليل الحديث بهذه العلل الثلاث، حديث ضعيف يوضع في كتب العقائد بشهادتهم على أنه ربنا في شكل في شكل بشر اسمه آدم، في شكل بشر اسمه آدم صليت على رسول الله. أما الحديث يا جماعة إن الله خلق آدم على صورته حديث صحيح، لكن العلماء الجرح والتعديل أو علماء الأصول قال الصورة ترجع لآدم لأنه ربنا ليس كمثله شيء، ربنا ليس كمثله شيء، كلما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك، كلما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوقات. من أين نقل هذه العقيدة ابن باز والتويجري؟ من التوراة المحرفة المبدل. نسمع النقل العقائد من الكتب التوراة المحرفة المبدل في الصفحة 76. وأيضا هذا المعنى عند أهل الكتاب ده ابن باز بغرزوا بأمن على ما في داخل الكتاب، غرزوا معنا أمن على داخله. وأيضا هذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب الماثورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن في السفر الأول سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها، سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. مرجع ابن باز التوراة المحرف المبدل في العقيدة. نسمع كلمة. وأيضا هذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب الماثورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن في السفر الأول سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. سفر التكوين واحد كتاب
المقدس ومرجع العقيدة الوهابية السلفية التوراة المحرف المبدل، ويترك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويترك قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويترك قول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ويترك قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله أندادا، الله ما تجعل له أشباه ولا نظائر، كل ما خطر ببالك فهو غالب والله وخلاف ذلك. مرجع العقيدة بتاعت ابن محمد عبد الوهاب، يرجع العقيدة بتاعت ابن باز التوراة المحرف المبدل، ده المرجع، ويترك قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فخلق الله سفر التكوين واحد، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، الله في شكل بشر، والمرجع التوراة المحرف المبدل، مرجع التوراة المحرف المبدل، الله في شكل بشر مركب في المرجع التوراة المحرف المبدل. كذلك يا جماعة، يعني من يقول أن ربنا سبحانه وتعالى يتعب ويصيبه التعب، منهم يا جماعة ابن الغيم الجوزية يجيب حديث، ولما نقرأ تخريج هذا الحديث نقرأ إن الله لما فرغ من خلقه استوى على العرش واستلغى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. نسمع يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث الموضوع المكذوب المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وكذبا بهتانا على أنه ربنا يصيبه التعب. طيب خلي بالنا يا مولانا، خلي بالك يا شيخ، في كتاب قال في عن غتاد بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، قال الحديث رواته ثقات. الكلام ده قال أيضا الألباني في كتاب مختصر العلو، ونشوف تخريج الحديث ربنا سبحانه وتعالى يصيبه التعب على فهم هؤلاء الجماعات. طيب صفحة 98 مختصر العلو، مختصر الألباني في هذا الكتاب حديث غتاد بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه. تخريج الحديث، تخريج الحديث دفع شبهة تشبيهك في التنزيه من الجوزي، تخريج الحديث دفع شبهة تشبيهك في التنزيه طيب حديث رواه الخلال قال حدثنا أحمد بن حسين بن الرقي عن إبراهيم المنذر الحزامي عن فليح قال سعيد بن الحارس قال بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني غتاد بن النعمان يحدث وثاب الناس إليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، بقيت الكلام بتره، واستلغى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح البشر. صلى رسول الله استلغى وضع إحدى رجليه، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم قالت يهودي وهؤلاء ينسبون التعب لله سبحانه وتعالى، صلى الله رسول الله واستلغى وضع إحدى رجليه على الأخرى. تخريج الحديث حديث غتاد بن نعمان إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، كلامنا مبتور عند ابن الغيم الجوزية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 49. بتروا الألباني لعدم الأمانة العلمية، لأنه عشان ما يهدم من أو عشان ما يفتضح أنه، والألباني عندما قال عنه الشيخ مساعد السديرة يعني ما جاب عنعنة الحديث، ليه؟ لكي لا يفتضح قومه أنهم وثنون وغارقون في الوسائل. يا جماعة الحديث لما تخرجوا كامل عن فلان عن فلان عن فلان بديك الحديث ذا هو شنو عن فلان عن فلان عن فلان، لكن كونك تقول غتادة قال وانت لا صحابي ولا تابع ويقول غتادة قال، غتادة قال عن منو؟ عن فلان عن فلان عن فلان، توصل الحديث في مصطلح الحديث عشان تخرج الحديث. قال استوى على العرش واستلغى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح للبشر. قال ذكر الحافظ الذهبي بعدما كبر وسخه في هذا العلم قال كتاب الميزان جزء 3 صفحة 165 هذا الحديث من منكرات فليح، وأما ذاك المتبسل فقد تناقض على عادته وحكم بالوضع في موضع آخر حديث أنه منكر في ضعيفته. الألباني حكم بأنه في كتاب مختصر علو قال الحديث رواته ثقات، وفي كتاب آخر في الضعيفة قال الحديث ضعيف. إذن الحديث وضعوه في كتب العقائد على أن ربنا سبحانه وتعالى في تكملة الحديث أن الله يصيبه التعب، إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلغى وضع إحدى رجليه الأخرى، تكملة الحديث صلى الله عليه رسول الله حديث مبتور، عشان كده قال حذف، قال ما هو قال حذفت الأسانيد. شيخ مساعد السديرة قال حذف الأسانيد لكي لا يفتضح أنهم وثنيون غارقون في الوثنية في صفحة 20 صفحة هنا بيقول حذفت الأسانيد لكي، قال لماذا؟ قال لكي لا يفتضح قومهم أنهم وثنيون غارقون في الوثنية، صلى الله على رسول الله حذفت الأسانيد، قال لأنها لا فائدة فيها للقراء. إذن الحديث لما تجيب بكامله تلقى جماعة ديل بيجيبوا حديث
يعني حكاها النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود. اليهودي قال إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرش استلغى، حكى النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى المولى عز وجل. والله سبحانه قالت اليهود عزير بن الله، دي حكاية عن عقيدة اليهود. قالت النصارى عيسى بن الله، دي حكاية عن عقيدة اليهود. فالرسول تارة يحكي عن عن اليهود، فقول الرجل ده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي قال إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرش، وقام ده نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو ضعيف، والحديث من كرات فليح، وفليح لا يطلع فيه. أيضا يا جماعة نقول هنا في كتاب ابن تيمية يقول إن الله جسم، جسم عدي الكدي، كتاب نقل تأسيس الجهمية، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد الأول صفحة 100، جسم قال إن اليد لا تكون إلا جسما، فيد الله ووجه الله كذلك، والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما، فالله تعالى جسم لا كالأجسام، جسم لا كالأجسام. من قال من علماء السلف ذلك؟ وحتى يقول في ذلك، وهذا لما يمكن النزاع فيه، فإن الفراد المعنى لكن أي محظور هذا ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من السلف وإمة ليس بجسم. قال الغرام ما بين في الجسمية والسنة ما بتم في الجسمية وكذا وكذا. قال إن صفاته ليست أجسام الأعراض، فأنا في المعاني الثابتة بالشرعي اللي هو الله جسم، قال ثابت بالشرع والقرآن، وربنا ما وجدنا لا في حديث إن الله جسم ما وجدنا ذلك. قال نفس المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ شرع وعقل جهل وضلال. طيب أيضا في هذا الكتاب تيمية يقول نفس الكتاب في اسم المشبه لم يذكر بزمن، صفحة 109، في اسم المشبه لم يذكر بزمن لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، كون التشبه الخالق بالمخلوق ما مذكور بزمن. أين قول الله سبحانه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد؟ مهما وحدت قلت الله في شكل بشر عقيدتك انت فاسدة، مهما وحدت قلت الله في شكل بشر، لا عندك صلاة، عندك صوم، لا عندك حج، لا عندك زكاة. طيب فقال في اسم المشبه لم يذكر بزمن لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله. نمشي نقول قال بيقول الله في شكل بشر حكم عقيدته شنو؟ قال بيقول الله في شكل بشر، الكلام دايرين نسأل الألباني في كتاب مختصر العلو، قال بيشبه الخالق بالمخلوق، قال بيقول الله في شكل آدم وآدم مخلوق، قال بيقول الله في شكل بشر والبشر مخلوق، نشوف حكم عقيدته شنو بما حكم العلماء على هذا الشخص بأنه. طيب قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. الناس يقولوا عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، الله في شكل بشر اسمه آدم. وبعدين الألباني في مختصر العلو في الصفحة 67 بيقول بيشبه الخالق بالمخلوق كافر فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما أنكر وصف به في نفسه فقد كفر، وليس وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها، ما في تشبيه. ده كلام نقله الألباني من شيخ نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري الحافظ، بيقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. وكتاب ابن باز مفتي الديار السعودية عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، الله في شكل بشر اسمه آدم، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، الله في شكل بشر اسمه آدم. خلينا صلى على رسول الله، من شبه الله بخلقه فقد كفر. نقول الله في شكل بشر اسمه آدم، أنا شبهنا الخالق بالمخلوق، من شبه الله بخلقه فقد كفر. طيب قال بيقول الله جسم، تيم يقول إن الله جسم لا كالأجسام، جسم لا كالأجسام، خلاص أنت قلت الله شبهت الخالق بالمخلوق. نشوف يا جماعة بيقول الله في شكل بشر والله جسم من الأجسام، حكم عقيدته شنو؟ في نفس الكتاب قال الألباني صفحة 54 المجسم يعبد صنما، المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عنبا. نحن ما نعطل السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة، صفات دي الأسمية لله سبحانه وتعالى، لكن لما أقول الله في شكل بشر، الله في شكل بشر عقيدة يهودية، اليهود قالوا كلام بالشكل ده، الله في عقل بشر عقيدة نصرانية، الله في شكل بشر عقيدة يهودية عقيدة نصرانية، كلام ما أنزل الله به من سلطان، صلى الله عليه وسلم. من
دقت هذا المعتقد ما عنده دليل على الله في شكل بشر. انت طول النهار تتكفر الناس في التوسل وماك عارف عقيدتك هي ماخوذه من التوراة المحرف المبدل، عقيده يهوديه ما عندها علاقه بالاسلام لا من قريب ولا بعيد. طول النهار تكفر في المشايخ ليل نهار، ذاك مشرك وذاك كافر، في مسائل فرعيه، في مسائل فقهيه، في مسائل عقديه، بالنسبه للتوسل في مسائل عقديه تكفر الناس وتقول الله في شكل بشر. اذا يا جماعه اليهود قال الله في شكل بشر، وعندنا التوراة المحرف المبدل، ولا النصارى قال الله في شكل بشر، والعقيدة الله في شكل بشر عقيدة يهودية عقيدة نصرانية ألا ما عندها علاقة لا بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما وحدت توسلت ما توسلت قلت الله في شكل بشر كافك طالعة، وما قلت أنا قال شيخ حامد يا جماعة، عشان ما تقول شيخ حامد قال ده فلان محجب وما محجب، لا أنا ما قلت سيد عائشة نزعت الحجاب، لا أنا قلت كلام منقول. قال الله اللي بيقول الله في شكل بشر عقيدته فاسدة وصل خلفه باطلة، قال بيقول الله في شكل بشر عقيدته فاسدة وصل خلفه باطلة، ودي عقيدة ابن باز والعسيمين والألباني وابن تيمية ومحمد صالح العسيمين، كل جماعات السلفية عقيدتهم الله في شكل بشر اسمه آدم، كل جماعات السلفية ابن باز وغيره كل هؤلاء الجماعات السلفية عقيدة الله في شكل بشر. وبجسم الله قال المجسم يعبد صنما، المجسم يعبد صنما، صلى الله على رسول الله. كمان يا جماعة تحريف، التحريف على الإمام البخاري حرف حديث يقول البخاري قال ولم يقول، الحديث يا جماعة ينسب للإمام البخاري ولم يقوله الإمام البخاري، الألباني يكذب على الإمام البخاري، وابن القيم الجوزي يكذب على الإمام البخاري بحديث لم يقوله الإمام البخاري. نشوف الصفحة 98 تصر علو. طيب حديث عمران الحصير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال اقبل البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد بشرتنا فأقضي لنا، هذا الأمر كيف كان؟ فقال كان الله على العرش، هذا من تدليس الألباني، كان الله على العرش في حديث أحد البخاري ما موجودة، صلى الله على رسول الله، كان الله على العرش وقال كان قبل كل شيء وكتب اللوح المحفوظ كل شيء، وهذا حديث صحيح خرجه الإمام البخاري، خرجه الإمام البخاري، الإمام البخاري الحديث الوارد عن الإمام البخاري في نفس الكتاب ذاته. نشوف الحديث البخاري في نفس الكتاب ذاته ماذا قال الإمام البخاري؟ قال الله في شكل بشر اسمه آدم، صلى على رسول الله، زيد النبي صلى، اللهم صل على سيدنا محمد. صحيح الإمام البخاري حديث قال البخاري إن الله واسم الله القدمين. طيب رواية البخاري الصحيحة عن عمران العابسي عن عمران الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن بني تميم، قال البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن فقال البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلت جئت لتفقه في هذا الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء، ولم يقل كان الله على العرش. الألباني يدلس على البخاري وابن القيم الجوزي يدلس على البخاري ويقول البخاري قال وهذا كذب، والرسول قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ عذرا. رواية الحديث بدأ الخلق في صحيح من البخاري بثلاث روايات، كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان الله ولم يكن شيئا معه، وكان الله قبل كل شيء، لكن كان الله على العرش ما موجود في الإمام البخاري. ناس يكذب على الإمام البخاري، يكذب على الإمام البخاري كما قال مزمل فقير لشيخه، هؤلاء يحضرون الكذب كما يحضر الخطيب لخطبة الجمعة، يكذب على الإمام البخاري، يقول البخاري قال ولقد قال محمد ناصر الدين العريني في كتابه التكفير من التحذير التكفير، بيقول يا جماعة من يريد الوقوف بنفسه على مصر هؤلاء المضللين من فقد المال العلمية من غاتهم كدوا أهل السنة فليقبل حتى الحديث قد قالت وقد ضعيف وصع كل جد بالتأويل والتحريف، يحرف الحديث عشان يوافق المنهج. يقول لك الإمام البخاري قال كان نقلا عن الرسول كان الله على العرش، وكان الله على العرش في رواية الإمام البخاري ما موجودة، صلى الله على رسول الله. كذب الغش التدليس كما قال هو، يحضرون الكذب كما يحضر الخطيب لخطبة الجمعة. الشيخ يقول عن مشايخته يحضرون الكذب كما يحضر الخطيب لخطبة الجمعة، صلى الله على رسول الله. فهذا الكذب على الإمام البخاري، يعني الإمام البخاري ما قال كان الله على العرش، وإنما قال كان الله قبل كل شيء، وكان الله لم يكن شيء معه، وكان الله قبل كل شيء، صلى الله على رسول الله. ابن القيم الجوزي بنفس الكلام يجيب الكلام ده يقول كان الله على العرش. ابن القيم الجوزي أيضا من العلماء اللي بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب الغش التدليس الخيانة في النقول، الصفحة 49
نفس الكتاب. اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد بشرتنا فاقضي لنا على هذا الأمر كيف كان؟ فقال كان الله عز وجل على العرش. كان الله على العرش. كان الله على العرش. خرجوها لنا من الإمام البخاري، كتب دي إن شاء الله نلقى فيها الإمام البخاري قال الله كان على العرش، نلقاها في الكتب دي. ما هي كتب يكون مرصوصة ساكت، صليت على رسول الله ما يكون مرصوصة ساكت، يخرج منها أدلة عشان الناس تستفيد منها. ما تقول لي ابني باس قالوا اسمي، قول لي السلف الصالح قال صلى على رسول الله كان الله على العرش. كذب على الإمام البخاري، الكذب على الإمام البخاري. أيضا يا جماعة الكذب على عقيدة أهل السنة والجماعة مغرور حسب الأشعري في مقالاته عن أهل السنة، دكتور محمد عبد الرحمن الخميس، تأليف دكتور محمد عبد الرحمن الخميس، كتاب مؤلف في الرياض، قالوا بالحسن الأشعري رجع عن عقيدته وقال كان الله على العرش. يا جماعة أبو الحسن الأشعري مر بين مرحلتين، مرحلة الاعتزال والمرحلة الثانية العقيدة التي استقر عليها للسنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية. ما مر بثلاث مراحل، مر بثلاث مراحل دي ما موجودة في كتب السلف على الإطلاق. مر بمرحلتين، مرحلة الاعتزال 40 سنة، والمرحلة الثانية يا جماعة هو بنى العقيدة، أسس العقيدة الأشعرية التي عليها ابن حجر العسقلاني والإمام النووي فخر الدين الرازي والطبري وابن القيم وهكذا وهكذا. قال أجمع السلف، والله ما أجمع السلف، حكاه الأشعري في رسالة على الصغر، قد أجمع على أنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه. قال أجمع السلف، لما تقول أجمع السلف الكلام ده السلف ما أجمع على أن رب صعبه دون عرشه، ما في كلام في أجمع السلف. الرواية دي ما نقول عن منه، نقول عن الحسن الأشعري، نقول هذا عقيدة أبو الحسن الأشعري في الإبانة. ماذا قال عقيدة أبو الحسن الأشعري في الإبانة عن الآية الرحمن العرش السواء؟ هل قال السلف أجمع على أن الله في العرش؟ الكذب والافتراء والغش والتدليس والخيانة في النقول على علماء السلف. صلى الله على رسول الله. نشوف الآية الرحمن العرش استوى، قال اجمع السلف على أن الله في العرش. قال الآية الرحمن العرش استوى أبو الحسن الأشعري في عقيدته التي مات عليها، إن الله مستوى على العرش كما قال الرحمن العرش استوى على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسسة والاستغرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش حملته محمولا بطف قدرته. دي رسالة ابن القيم الإمام أبو الحسن الأشعري على أن رب سبحانه وتعالى موجود وجوده لا يتصف بالمكان ولا بالزمان. عقيدة أبو الحسن الأشعري استقر عليها ومات عليها. دي قال أبو الحسن الأشعري رجع من عقيدته ورجع الكلام ده وقال هكذا. نسمع. قال أبو الحسن الأشعري إن الله لما إن على الوجه الرحمن العرش استوى على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي أراده، استواء منزع عن المماسسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمول وسط قدرته مخرون في قبضته. صلى الله على رسول الله. عقيدة أبو الحسن الأشعري التي استقر عليها. طيب أيضا يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد، الكذب على الإمام الشعراني. الكتب اللي بيجيبوها يا جماعة يقول لك الإمام الشعراني في كتاب الواقيت والجواهر وفي كتاب كذا كتاب الطبقات بيجيبوا كلام انه ابو الحسن الشعراني قال الله، يعني بيجيب الكلام الفارغ ذاك ويقول المركب غرقت اربطها في بيضات نجرها عليك الله، هو داعي لمن عليك الله، هو كان في عقل هي بقت هودي بيضات ولا وينش، يقول لك عندنا كلام من الصره للركبه، دي تربيه، كلام مدسوس مكذوب على العلماء يجيبه في كتب العلماء. الكلام ده ما قاله أبو الحسن الإمام الشعراني، كلام مكذوب مدسوس عليه. نسمع في كتاب الأواقيت والجواهر لأبي المواهب عبد الوهاب أحمد الشعراني يبرر صحته من الجماعة، يقولون كلام مكذوب وموزوف وحم الشفع، يقول يا جماعة دي قالوا وفلان صلي عريان. طيب إذا كان فلان ده صلي عريان هو مجنون، نحن كلنا مجانين نصلي خلفه؟ أخي ما يجيب كلام الناس تقبله، لكن العقول إذا كان خريب تقبل الكلام. يا جماعة المكذوب على كتب السلف الصالح من الصوفية نشوف يا جماعة يبرر ساحته مولانا الشيخ الشعراني على أنه الكلام المدسوس المكذوب عليه. طيب، وقد كان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنة يقول كل من رمى الميزان الكتاب والشريعة، ده بيتكلم عن عقيدة مولانا أبو ابن العربي، قال على الشريعة من هالك، وقال كل ما خطر بالك فهو هالك. قال اعتقاد الجماعة لقيام الساعة وجميع ما يفهمه إنما هو مراغب جميع ما عرض كلامه هو ظاهر الشريعة ما عليه الجمهور
فهو مدسوس عليه، مدسوس على ابن العربي، كما أخبرني ذلك شيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة، ثم أخرج لي نسخة من الفتوحات التي قابلها على نسخة الشيخ التي خطها بيدي في مدينة قورنية، فلم أرى شيئا مما كتبته وتوقفت وحذفت حين اختصرت الفتوحات. وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد حنبل في مرض موته عقائد زائفة، لولا أن أصحابه يعلمون ذلك صحة الاعتقاد ففتنوا بما وجدوه تحت وسادته. كذلك دسوا على الشيخ الإسلام مجد الدين الفيروز أبادي صاحب الغاموس كتابا في الرد على أبي حنيفة وتكفير أبي حنيفة، ودفعوه لأبي بكر الخياط اليمني والبغوي، فأرسل إليه يلوم الشيخ مجد الدين، وعلى ذلك فكتب إلى الشيخ مجد الدين كان يكلف هذا الكتاب، فإنه افتراء على 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 افتروا عليه الأعداء وأنا أعظم من المعتقدين في أبي حنيفة، وذكرت منابقه في مجلد. وكذلك دسوا على الإمام الغزالي في عدة مسائل في كتاب الإحياء، وظفر بها القاضي عياض بنسخة تلك النسخ، وكذلك أمر بإحراقها. وكذلك دسوا علي أنا الشعراني، دس علي في كتاب البحر المورود وكتاب الطبقات، يعني قال جملة من العقائد الزائغة وشاعوا تلك العقائد في مصر ونحو 30، وأنا بريء من ذلك في خطه. إذن كل ما نصب لهؤلاء السادة الصوفية يا جماعة، إما نكون معول، إما نكون مدسوس، وإما نكون غال الولي في حالة غيبة. طيب يا جماعه انا قاطعته يا جماعه، احكم عليكم والله زول ناسي اسمين اسم هذا يقعد يضرب ويتكلم، يعني اقول يا حضري هوي يا اخي اسكت الله يهديك، ما عمل لهم هذا رجعنا الشيخ، انت ما قلت ارفع الكتاب بس اسكت الله يهديك، انت ما قلت ما قلت انت قلت تكفيرين ما تدبت لي، اسكت خلينا ارد خلينا ارد يا جماعه، احكم بيناتنا عليك. طيب يا جماعه الحمد لله. طيب 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 الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. طيب أول حاجة قال يا ما هذا شنو طيب 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 يا جماعة الزول ده ما حيسكت يخليني أتكلم، أتحداكم. طيب أتكلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نمرة واحد، نبدأ بآخر نقطة انتهى منها. قال كتاب الشعراني طبقات الكبرى ده في أشياء مدسوسة في البداية، وقال لي من كتاب ما بعرفه في النهاية. قلت لكم شنو يا جماعة؟ لا خلينا طيب يا جماعة. طيب 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 الحمد لله والصلاة والسلام على حاضر حاضر يلا يا جماعة. طيب طيب يا يوسف يوسف ما تناقش نقاش فردي، نحن ما عندنا زول بيجي غمواسي. دقيقة يا حامد، تجغم إن شاء الله، تجغم جغما عظيما إن شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب يا جماعة طيب 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 لا تلغوا. طيب 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 أسكت يا حامد الله يهديك. طيب طيب يا جماعة، نحن اتفقنا اتفقنا من البداية يا شيخ يا جماعة، نحن ما شفع، اتفقنا من البداية الرجل ده يتكلم نص ساعة ويتم كلامه، بعد النص ساعة أخونا مزمل شنو يتكلم، والرجل ده اتعامل بحلم وبأدب، حتى حامد سماه سكت ساي. بعد ده يا جماعة لو قال كذب عندكم زول بناظر صح ولا ما صح؟ حامد ده إذا ده قال كذب سجل يا حامد ورد عليه قول أنت كذبت علي، لكن ما تجود ساي وما بزول يجي هنا، عمنا احنا احترمناك ما تجي هنا، ما بزول يجي هنا بس هاي. طيب 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 الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب 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 نبدأ خلاص، بدأنا من تحت حامد مريض ونبدأ من فوق إن شاء الله يرضى. بس طيب قال أول كلمة قالها حامد، قال سورة الإخلاص، شفت كيف؟ قال سورة الإخلاص وقال إنه اللي بيشبه الله بالمخلوق هو كافر. لا إله إلا الله. يا جماعة عكم. يا جماعة أنتم ما عندكم عقول، الزود بكوري. يا ناس اتقوا الله، أنا الفرصة عندي. يا ناس اتقوا الله، الزود أنا قاطعته يا أخي. خافوا الله يا جماعة، خافوا الله يا ناس، الزود أنا قاطعته، الزود أنا قاطعته. ما بدي زول يا أخي، دي فرصتي يا أخي. يا ناس أنا قاطعت الزول ده. طيب ليه بيقاطع؟ هو بيقاطع لأنه قاعد يخطى إنه والله أي نقطة قال أرد عليها. يا أخي اقعد اتكلم، اقعد اتكلم والله تتكلم. اقعد اتكلم يا أخي، اقعد اتكلم أنت يا أخي، تقعد تتكلم. لا لا ما ما من حقه قاعد. أنت اقعد. لا لا ما على كيفي، صح ولا ما صح؟ عمر خليك مبسوط. طيب أنت اقعدين وتتكلم، ما بيخليك تتكلم. طيب قعدت خليك تتكلم. يا ناس يا ناس، الزول ده بيتكلم ليه؟ يا ايها المسلمون، الزول ده يتكلم ما قاطعته، ليه يقاطعني؟ ما هو ده قاعد يقاطع يا لو بيقاطع تمرضوا؟ بس خلاص خليه يقاطع. طيب طيب اول حاجه قال، جزاك الله خير جزاك الله خير. اول حاجه حامد بدا قال سوره الاخلاص وقراها وقال من شبه الله بالمخلوق فهو كافر، وبعد ذاك طلع ابن تيمية إنه شبه الله. ابن تيمية خد خط تحت الكلام ده. رأيكم شنو؟ رأيكم شنو يا أهلهم ثلاثة؟ لا رأيكم شنو في زول؟ طيب بعد ذاك قال يا حكم الكلام ده من زماني جوت النازي؟ لا دقيقة، من زماني جوت النازي وجوتكم؟ من زماني أنا؟ والله يا جماعة إذا أنتوا دقيقة يا أخي، يا أخي اصبر يا أخي، الزول ده ما بيخليني أقول كلمة إلا يقاطع، وأنا بسمع له من الجمعة لحد قريب المغرب ما حصل قاطعته. وين الإنصاف؟ وين العدل؟ لأنه عارف أي نقطة إن شاء الله حرد عليه وأمسح عليه ومسح بالكتاب والسنة ودي الكتب. طيب قال من شبه زماني ده كله تديني له، قال من شبه الله بالمخلوق فهو كافر، ده كلام ابن تيمية ذاته. جيب الفتاوى الجزء 4، عشان كده بيكوري الجزء 4 مجموع الفتاوى لابن تيمية. ابن تيمية هو اللي قال اللي بيشبه الله بالمخلوق كافر في صفحة 300. طيب في صفحات 385 لحد 394 لابن تيمية رحمه الله تعالى. بس عندنا دول بيتكلم. لا ما عندي مشكلة والله يا أصلا ما أقاطع. عفوا الجزء 3، ما عفوا الجزء 3 من مجموع الفتاوى وليس الجزء 4 من مجموع الفتاوى. طيب في صفحة 384 لحد 394. طيب يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، طيب طيب وهؤلاء في 391 من الجزء 2. طيب قال وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه يعني الله بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، يعني يشوفوا الله بعيونهم في الدنيا ويصوروا ببعض الأشخاص يشبهوا، إما بعض الصالحين يشبهوا الله ببعض الصالحين أو بعض المردان. دي بتاع شاب أمرد، جابه حامد كلمة أمرد دي
هنا في الكلام جاب ابن تيمية حيوبه عشوية ما في كلمة أمر دي جابها من راسه. قال أو بعض الملوك، شبيه بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم وكفرهم، وده 392، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول أنا ربكم. خلاص، وعداك ذكرهم، قال هم صنفين ومشى طوالي. في النهاية قال ويستتابون، قال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأتحد قال وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، لأنه قال لي أنت الله. دي عقيدة ابن تيمية، ما بشبه زول، ما بشبه ربنا بأحد. بل ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الحديث جابه من كتاب قال بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، قال فيه إن الله قال في صورة شاب له نعلان من ذهب إلى آخره. الحديث ده أول حاجة ده ما كلام ابن تيمية، ده أول حاجة. حامد المفروض يكون أمين وصادق، قال ابن تيمية قال الله في صورة شاب أمرت ابن تيمية، ابن تيمية. نشوف هل ابن تيمية قال ولا ده حديث جابه علماء صححه وجابه علماء ضعفه؟ أنت ما تبقى أمين. قول ابن تيمية جاب حديث للرسول عن أم الطفيل، والحديث في علماء ضعفه وعلماء شنو يا جماعة صححه، ما قالوا الله بيشبه شاب لو نعلم من ذهب، قالوا دي رؤية في النوم. رؤية في شنو؟ في النوم، والرؤية في النوم ثابتة، رؤية الله عز وجل. حامد ذاته في مناظرة في شندي موثقة بالفيديو، حامد ده ما واحد تاني، قال إنه الإمام أحمد شاف الله في النوم. أنت كفرت؟ ما ده كلام العلماء ذاته، يرى في النوم ده الكلام. نشوف ابن تيمية قال في النوم ولا قال الله عديل بره هنا كده، قال كده عديل، وده كلام ابن تيمية ولا حديث، وفهم الحديث في النوم وعنده فهم تاني حنذكره، وفي علماء ضعفوا ذاته حنذكره من الذهبي. طيب في صفحة رقم 1310 أهو دي، خلاص. الخامس ابن تيمية قال أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرء حيث قالت سمعت رسول الله، أحد ابن تيمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. يذكر وحنعرف درجة الحديث ذاته بالصحة بعد شوية، يذكر أنه رأى ربه في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. مجد الحديث، شوف ابن تيمية بالصفحة البعدية الأبا يقرأ حامي، قال جنو عشان كده ما أدري خليه يتكلم، أصبر لي. طيب قال أها أحكم بياناتنا. طيب طيب الأول والله لو تكلمت على الصح أنا ما بحرق لأنه معي الحق ما بخاف، لكن أنت بيتمحرك. طيب قال الأول، قال الأول، قال ابن تيمية قال أن يكون اسمع 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 اسكت يا جناس اسكت. طيب ابن تيمية قال أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة، وذلك جائز لأن الرواية من تصرفات الخيال فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة. ما بتوريني يتكلم كيف، ما زود أتكلم بأسلوب هو. طيب لا 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 لا، أنت لو معاه ما في مشكلة، أنت لو مع حامد ما في مشكلة، خليك مع الحق. طيب طيب عمنا ده ما بتوريني يتكلم بأسلوب. طيب قال ابن تيمية ما أشتغل بك أصلا، وقف الزمن في جوطة ناس حامد. طيب أي زول يجنب ناس حامد وقف الزمن. قال أن يكون رأى ربه في المنام، ده كلامنا يا جماعة، احترم الناس ذيل، احترم الناس ذيل، احترم الناس الطيبين ذيل، انت عشان مع حامد دارت لخبطة يعني. طيب قال أن يكون، ده كلام ابن تيمية المادر إني أقرأه، قال أن يكون رأى ربه في المنام، ده منو يا جماعة؟ طيب أنا حقيف لحد ما سكتوا يا حكم، لا ما زماني بيمشي، أنا حقيف لحد ما سكت جماعة حامد، زي ما الناس الطيبين ديل ساكتين، زي ما الناس الطيبين ديل ساكتين، المفترض ناس حامد يسكتوا، يحترموا الناس والشياب ديل يحترموهم. طيب
قال ابن تيمية بقوله قال ابن تيمية أن يكون رأى ربه في المنام خلاص في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة فيقال له قد بينا أن ألفاظ الحديث أجاب ابن تيمية ده خلاص أن ألفاظ الحديث صريحة في أن الرؤيا كانت في المنام لسه جايك جوطة يا بتاع حامد ما جوطة شغل جاي فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطل ولكن لا يكون ذلك من باب التأويل بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره أنه رآه في المنام هكذا يا حامد رآه في المنام وهذا حق لا يحتاج إلى تأويل قال ابن تيمية وهذا مقصودنا قال ده قصدي فهمت؟ لسه لا لا لسه المجلد 3 من الفتاوى أي شبهة تقولها إن شاء الله أرد لك على أمسحها مرة واحدة المجلد 3 خلاص 384 وإنت ماشي شفت كلامي 384 وإنت ماشي قال ابن تيمية رحمه الله أحاديث رووها في الصفات الفصل الأول المجلد 3 قال أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع بعد ذلك بدأ يذكر الأحاديث مثل حديث يرونه أنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق أي الله قال ده كذب وبهتان ابن تيمية ما بيشبه قال ده حديث باطلة ومشى قدام قال وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورتي كذا وكذا يروى من طريق ابن عباس وده ابن تيمية ده منسوف عند الذهبي احنا قرب على شوية ومن طريق أم الطفيل ده القرينة قبل شوية والجاب حامد وغيرهما وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أناملي على صدري هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج إلى أن قال فعلم أن هذا الحديث أنا اختصرت الكلام ليه؟ لأنه ده الشاهد قال فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له في الأرض وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة قال وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض أو أن رياض الجنة خطوات من ذهب وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس كله كذب باطل باتفاق المسلمين من أهل الحديث وغيرهم وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت وقد ثبت في صحيح عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وكذلك روي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من فتنة الدجال ولكن الذي يقع مشى الشاهد في صفحة 390 التي بعدها قال ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة يعني الحديث ذاك إذا ثبت عن الرسول مش عن ابن تيمية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت قال ده وين؟ قال ده وين؟ في النوم وجاء قال لك في صفحة 390 رؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة لا حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة إذن ابن تيمية ما شبه وأزيدك من الله قال ابن تيمية قال وهؤلاء ده في 391 وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص انتبه ده الكلام الفاصل إما بعض الصالحين أو بعض المردان قال اللي بيقول كده ابن تيمية أو بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم وكانوا حينئذ
أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه بصورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان. طيب جيب الذهبي في ميزان الاعتدال، الحديث ذاته، الحديث ذاته اللي هو في صورة الشاب وله نعلان من ذهب، العلماء قالوا عنه شنو؟ غير ابن تيمية، أنت مشكلتك مع ابن تيمية، ده الذهبي، ده ميزان الاعتدال. خلاص الجزء خمسة، وجيب لي الجزء واحد. طيب الجزء خمسة الصفحة 30 إلى 31، الذهبي قام جاب الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه خضر على نعلان من ذهب. جاب الحديث هذا الذهبي، تقول لابن تيمية الذهبي برضه جابه. هذا الذهبي قال شنو عن الحديث؟ قال في الحديث، قال عن نعيم بن حماد: حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث إلى إسنادي عن مروان بن عثمان، خط حد نعيم بن حماد في السند وخط حد مروان بن عثمان. الذهبي قال عن نعيم بن حماد اللي هو الراوي الأول ده، قال عنه شنو؟ قال: قال أبو داود: كان نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها أصل. وقال النسائي: هو ضعيف. ديل ضعفوا نعيم بن حماد اللي هو الرجل في شنو، عالم كبير في إسناد الحديث، لكن في الرواية ماله يا جماعة ضعيف. طيب قال النسائي ضعيف. وقال الحافظ أبو علي النسابوري: سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد، عنده فضل عظيم في العلم، لكن في الرواية ده موضوع تاني. قال: وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، فقيل له في قبول حديثه، عنده علم وسنن وعالم، نقبل حديثه. قال له في الإسناد كيف؟ ما هو قاعد في الإسناد بتاع الحديث ده. طيب قال له في الإسناد كيف؟ فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة، ده الحافظ أبو علي النسابوري، فصار في حد من لا يحتج به، في حد من لا يحتج به. وقال أبو عبد الرحمن النسائي لما قال في الإسناد مروان بن عثمان وذكروا له الحديث ذات شابا موفرا، قال النسائي: ومن مروان حتى يصدق على الله تعالى؟ إذا في علماء جرحوا فينا يا جماعة، جابوا وجرحوا فيه. ابن تيمية قال لك إذا ثبت، ما معناته إنه الله بيشبه الشاب، إنما دي رؤية شنو يا جماعة؟ منامية، موضوعك أنت وزيدك. طيب وروى أحاديث، قال: قال ابن يونس: مات في جماد الأولى سنة 28 و200، وكان يفهم الحديث وروى أحاديث مناكير عن الثقات. روى أحاديث شنو؟ مناكير عن الثقات. ده الجزء 5 صفحة 30 و31، الجزء 1 من ميزان الاعتدال للذهبي. طيب ولا ابن تيمية؟ الذهبي رحمه الله. قال الذهبي بعد ما جاب الأحاديث، الحديث ذاته، قال بعد ما انتهى من الحديث صفحة 545 546، قال: وهذه الرؤية، الحديث اللي قال شاب موفر نعلان من ذهب، قال: وهذه الرؤية رؤيا منام إن صحت. ده منو؟ ده الذهبي. أزيدك: السيوطي في اللآلئ المصنوعة الجزء 1 صفحة 34، قال نفس كلام الذهبي ونفس كلام ابن تيمية، قال: الحديث إن ثبت فهذه رؤيا منام. انتهى. الشبهة البعدية، قال وابن تيمية وراك رؤيا المنام ما عنده، ما زي رؤيا شنو يا جماعة؟ الواقع، معناته بيشبه الله، لأنه ربنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية دي استدل بها ابن تيمية في العقيدة الواسطية حقته، في كتابه العقيدة الواسطية، نفى بها شنو يا جماعة؟ التشبيه. وكذلك قول يوسف عليه السلام، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هل معناته في النوم، في النوم الـ11 كوكب، الكواكب تحت السماء بتشبه أبوه، لأن الرؤية بعدين تأويلها؟ قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، لما قال: ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا. الـ11 كوكب أخوانه، والشمس والقمر أبوه وأمه. هل في الرؤية شمس وقمر وبر أبوه وأمه، هل بيشابه؟ وش أبوه يعقوب زي القمر، زي الشمس، أو زي القمر وأمه ذاته بتشبه الشمس في جسمه كله، أو أبوه والعكس؟ إذا ابن تيمية قال لك الرؤية في المنام لها حكم غير الرؤية في شنو يا جماعة؟ اليقظة ما شبه الله يهديك. طيب بعديه قال، قال الله في شكل بشر اسمه آدم بن باز والتويجري، ده نفس اللفظ، كورك الكاميرا قاعده،
قال كتبته زي ما هو عشان ما ينكر. قال ابن باز والتويجري فتح له كتاب مصور صاحبه ده السبيغ هذا انا جبته. قال عجيبه. قال هاي ما لا 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 كمان يا شيخ انت قلت تكفيري ما سالناك اسكت. طيب وجبت اسمي ما سالناك. قال ابن باز والتويجري قالوا الله في شكل بشر اسمه آدم. شوف لو جماعة حامد يتكلموا باقي الناس الطيبين ده يتكلموا برضه ولا ما كده. طيب قال الله في شكل بشر اسمه من يا جماعة آدم. كذاب ابن باز ولا ما كذب. أقول لك صادق يعني ترتكذب. لا ابن باز ولا التواجري ما قالوا الله بشر اسمه شنو يا جماعة اسمه آدم. إنما نقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. ده قاله الرسول. وحامد من الغريب والتناقض بتاعه قال الحديث بالرواية صورته صحيح. ده الفعل بن باز والتويجري نقلوا. لكن هل قالوا الله في صورة بشر والبشر ده اللي هو الله اسمه آدم؟ ليوم القيامة بديك فرصة إن عشناها إن شاء الله. جيب بن باز والتويجري قالوا الله اسمه آدم زي ما قلت. كذب كذب كذب. رضيت ولا ما رضيت؟ بعديه قال مساء وقام بيقرأ من كتاب. قال ده كتاب الألباني وكتاب فلو مختصر العلو. وفي النهاية قال ما ساعد السديرة وقفل الكتاب غطاه. أو ده كتاب يا لا 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 يا جماعة يا جماعة. طيب 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 قال 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 في النهاية قام طلع الكتاب قال ده ما ساعد السديرة. انتوا عارفين ما ساعد السديرة شنو؟ تكفيري قبض متلبس لأنه من جماعة داعش وبارينا من صلاة الجمعة. قال نحن تابعين لداعش ونحن أكبر محاضرة في السودان فيما نعلم المحاضرة الوحيدة في قاعة الصداقة قاعة الرئيس البشير حفظه الله. عملت أنا وشيخ أبو بكر كان عن خطر فكر داعش. طيب بعد ذاك قرأ من كتاب مساعد السديرة نبس به بن باز والألباني وابن تيمية مساعد السديرة تكفيري. فطلع حامد يستدل بالتكفيرين ناس داعش ويقول نحن تابعين لداعش. كذب. بعديه قال الجسم قال الجسم ما الجسم وقرأ قال ابن تيمية بيقول الله جسم. جيب بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول الصفحة 346 والجزء الأول الصفحة 340 والجزء الأول الصفحة 418. جيب الجزء الأول ده. طيب الحمد لله ناس ما قاعد يكوركوا شو مؤدبين كيف جزاهم الله خير. طيب بعدها قال في صفحة 346 من كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية قال ابن تيمية ذكر الكلام كله بتاع الناس المشبه وبدأ يرد عليه بأكثر من 28 رد. في الرد 28 قام نقل كلامهم قال وإن كان جسما إلا أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته فثبت أن إطلاق اسم المشبه على هذه الطائفة كذب وزور. وهذه جملة من كلامهم في هذا الباب. قال إذا ثبت خلاص إذا ثبت مش قال هو جسم طوالي هنا. قال إذا ثبت إنه جسم إلا أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته. إذا قال بخلاف سائر الأجسام إذا ثبت يعني لأنه ده كلام منه كلام الجماعة المشبهة ده. قال إذا ثبت برضو بنقول فإنه بخلاف شنو يا جماعة سائر الأجسام لقوله تعالى شنو إبيل ابن تيمية في الوسطية قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وجاب كلام المشبهة ده قال قلت ولا ريب أن من أثبت لله مثلا في كمال حقيقته فهو مشبه. وده كلامه قبيل قال ابن تيمية قال المشبهة لفظ المشبهة ما يعني أنكر عليه في الكتاب والسنة أو كذا. ابن تيمية قال ولا ريبة شوف ينكر على المشبهة كيف أن من أثبت لله مثلا في كمال حقيقته فهو مشبه بل هو أعظم من أن يقابل أن يقال مشبه بل هو جاعل لله كفوا وشبها وندا. قال فالأشياء المشتركة في الموجودية والعالمية والقادرية لا يجب تماثلها في تمام الماهية. قلت لابن تيمية وهذا حق فإن اشتراك الشيئين في كونهما موجودين أو عالمين أو قادرين لا يوجب استواءهما في حقيقتهما. والغرض أنه في هذا الكتاب أيضا قد اعترف بأن التشبيه من بعض الوجوه ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العقلاء فضلا عن المسلمين ولكن خصومة المجسمة
إنما عابهم بإثباتهم المشابهة في تمام الماهية. يعني ما كل كلام باطل، لكن هم أصلاً على شنو يا جماعة؟ على باطل، وعابوا عليهم منهجهم الباطل. وذكر ابن تيمية هذا الكلام أيضاً في الصفحة رقم 340 و 418. طيب 418 و 340 قال: يقال له للزول اللي قال الله جسم، ابن تيمية قال يقال له: هذا يقتضي أن شيئاً مما يقال له جسم لا يوصف بالوحدة، حيث قلت إن الجسم مركب وذلك ينافي الوحدة. بيرد على الناس اللي بيشبه ربنا سبحانه وتعالى في مصطلح الجسم المشبه بالمخلوقات في صفحة رقم 418، وكرروا في الصفحة رقم 340. بعد ذاك حامد قال: كتب الشعراني دي مكذوبة عليه، الدين النصر العلمية لعبد المحمود نور الدايم شيخ السمانية، وشيخ مشيخة السمانية بطابت، ده كتابه مش ده كتابه اللي هو ديل شيوخ حامي ذاته لأنه سماني. قال شنو عبد المحمود نور الدايم؟ ثبت كتاب الطبقات الكبرى، ارفع الكتاب. هو حامي دار ينكره لأنه فيه باطل إبليس ما قال زيه لا في القرآن لا في السنة حسب ما نقل. طيب نشوف أول حاجة، عبد المحمود نور الدايم ثبت الكتاب ده كيف؟ قال ده كتابنا، مرجع الشعراني في الصفحة 376 و 373 و 319 من هذا الكتاب. طيب عبد المحمود نور الدايم قال دي الكتب، قال فهرس المصادر والمراجع الجمعت منها كتاب شنو يا جماعة؟ النصرة العلمية بتاع السمانية. يلا في صفحة 376 من المراجع الجمع فيها كتاب النصرة العلمية عبد المحمود نور الدايم قال الطبقات، المرجع قال رقم 109 الطبقات الكبرى لابن سعد، المرجع رقم 110 الطبقات الكبرى للشعراني، أعلم منو بالطريقة السمانية؟ ده المحمود نور الدايم ولا حامد بابكر؟ ده شيخ مشيخ، ما تكلمت معك، شيخ مشيخة الطريقة السمانية في صفحة 376، في الصفحة رقم 373 عبد المحمود برضو قال ده كتابنا، ذكروا بالصفحة كم؟ 373 ودي من المراجع. ذكروا تاني اختصارا في الصفحة رقم 319 ده المحمود نور الدايم قال لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، وده ذات الطبقات الكبرى لمنه؟ الشعراني، اسمه كده وده مكتوب في الغلاف برا. طيب قال: وقال الشعراني صفحة 84 عن الشيخ إبراهيم المدبولي كذا كذا كذا، بينقل منه. إذا ده كتابك لكن ده تنكره. طيب في الكتاب في شنو؟ مش قال نحن كتلنا الناس وكفرنا الناس؟ نشوف صفحة 535 536 من كتاب الطبقات الكبرى الثبتوه أعلم علماء السمانية، أعلم علماء السمانية. قال في 35-86 قال منهم الشيخ محمد الحضري دولي بتاع سمانية رقم 332، ما رقمين. طيب قال: وأخبرنا الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. عشان كده دارين كده كتاب. ها. طيب فقال الناس كفر، الناس قالوا ده كافر، نحن تكفيرين الناس جماعته قالوا ده كافر. قال فسل السيف نحن برضو داعش بنكتل ولا سمانية ولا صوفية. قال فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، انت تكلمت لحد العصر، وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه عندهم وصلى بهم، فعددنا له في ذلك اليوم 30 خطبة، هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. ده دارينكرو حامد. طيب كذلك حامد قال: مولانا ابن العربي، أضاف ليه ألف ولام موزغة بالفيديو، ليه ما قال اسمه الحقيقي ابن عربي؟ لأنه ابن العربي المالك ده عالم صاحب شنو؟ العواصم من القواصم. أما ابن عربي بدون ألف ولام ده الزنديق الكفر العلماء كابن تيمية وغيره. ليه؟ لأنه ذاك طعن في الرسل، طعن في الأنبياء، طعن في القرآن، وأسى لو داير نديك فصوص الحكم غيره 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 لابن عربي مش ابن العربي نديك له. فهو دلس غير شنو يا جماعة؟ غير اسم. موضوع عائشة القبيلة ذكرته رضي الله عنها وأسى ذكره الآن في المناظرة. الموضوع كالآتي: هو عائشة رضي الله عنها قالت لما دفن زوجي رسول الله وأبوه أبو بكر الصديق
كنت ما بدخل، كنت أدخل وأنا واضع ثيابي. ده حامد قال كده. قال لما دفن عمر قال دخلت وأنا مشدودة علي شنو؟ ثيابي. أنا قلت قبل محجبة. قال لو قلت مشدودة، المعنى واحد، مشدودة يعني لابسة ثيابة. أنت قال يا حامد مشدودة ثيابة يعني ضيقة يعني شدها كده؟ لا، المعنى ما كده، المعنى إنه محجبة، عرفتها؟ وده ما موضوعنا في النهاية. موضوعنا إنه الميت لا يرى، لأنه عائشة قالت حياء من عمر، مش قالت الميت يرى. الزمن انتهى؟ تفضل، باقي خمسة دقائق يا زول. ما بزول برا يتكلم، قال لك انتهى خلاص، انتهى. أدي حامد الزمن انتهى، ما تتكلم. صلى الله عليه وسلم. جيب كتاب. جزاك الله خير. اسمع يا شيخ، جزاك الله خير والله كلامك سمع، لكن ما ندري شنو تبدل فتنة. يا بكر، أرفع كتاب. حامد، مضبوط بالزمن. حامد، أمشي أمشي. جيت كتاب بس جميع. حامد، أي واحد بس زمن مضبوط بالزمن. طيب. يا جماعة ما بزول يتكلم. نحن في عمنا عبد الرحمن، إن شاء الله في عمنا عبد الرحمن، والمسألة دي محكومة بالزمن. مزمل ده زمن وتم إن شاء الله. الناس براء والداوى المكروه. أخونا الشيخ، أنت تاني ما تجي هنا. بارك الله فيك عمنا. طيب. حامد داسي ده فرصته يتكلم. طيب. طيب يا جماعة السلام عليكم. أعوذ بالله. طيب يا جماعة مزم، خلي بالك أنا أصلا أسمع يا جماعة. مزم الفقيري قال بالنسبة لقرأ كتب من فتاوى ابن تيمية، أنا قريت تلبيس الجهمية. ابن تيمية يثبت أن الله جسم ويعتقد الجسمية، يعتقد ذلك، وأنا بقرأ كلام من الكلام. وحديث أم الطفيل هو ذاته قال على ظاهري، من الكتاب قرأ قال على ظاهري، قال رؤية. وهل الأنبياء رؤيا هي ما حقيقية؟ وهل الأنبياء يروا رؤيا ما حقيقية؟ هل النبي إذا رأى رؤيا تكون ما حقيقية؟ قال رؤى الحديث هو ما أنكر، قال على ظاهره أن الله في شكل شاب أمرد، هو ذاته نطق بذلك، قال الحديث على ظاهره على أنه لأنه رؤيا منامية. نخلي بالنا، قال بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع الصفحة 176 صفحة 78 قال صفحة 9 قال حديث أم الطفيل نص أن الصورة كانت للمرأة، حيث قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يذكر أنه رأى ربه في صورة شاب موقر رجلاه من خضرة. ابن تيمية لما استشهد بهذا الحديث ما ما, ما ما يعني ما قال حديث ضعيف ولا قال موضوع، بل قال الحديث على ظاهره ونطق بكلمة هذا. محمد الزمي الفقير قال الحديث ابن تيمية قال في رؤيا، والرؤيا الحديث على ظاهره أن الله في شكل شاب أمرد. نخلي بالنا صلى الله عليه وسلم قال الحديث على ظاهره، لم ينكر ابن تيمية ولم يقول الحديث موضوع ولم يقول فيه ضعف، وإنما أسمع الحديث على ظاهره. أنا قال رؤية منامية، قال هي رؤية منامية ما أنكروا. قال ابن تيمية قال الحديث على ظاهره، على ظاهره معنى الله في شكل شاب أمرد كما يعتقد ذلك. وها يعني بيقول الحديث تخريجه لما خرجوا الذهبي، الذهبي ما ابن تيمية، لما يقول خرج العلماء ابن تيمية هل خرج حديث قال الحديث موضوع؟ أنا سيطبع حديث موضوع، ما قال ابن تيمية الحديث استشهد الموضوع، قال الحديث على ظاهره. ابن تيمية يثبت على النار في شكل شاب أمرد ويقول الحديث على ظاهره ونطق بهذا الكلام هو ذاته. طيب قال ابن تيمية ما قال الله إن الله جسم، قال ما قال الجسم ابن تيمية ما نطق بها. وبيقرأ من كتب الفتاوى، وأنا بقرأ من باب كتاب تأسيس الجهمية، نقد تأسيس الجهمية، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الأول المجلد الأول لسه ما ذكره كله يجيب كتب غيره. طيب نشوف ابن تيمية يثبت الجسمية لله سبحانه وتعالى، يثبت الجسمية ومناكرة. والله نحن لنا ليه يوم السبت نشتغل؟ ما الليلة دي ليه باكر؟ الكتب دي كلها داري شوال فيها شنو؟ مو يبقى لنا ساكن عرض. لا ليس كم لا ناس يقول لك الله بشكل بشر. يا أخي ذول بيقول الله عقيدة فاسدة، ما يدعو الى التوحيد ويقول الله في شكل بشر. طيب خلي بالنا يا جماعه، كلام ابن تيميه في ان الله جسم ليس كمثله شيء، عقيدتنا، لكن يقول الله في شكل بشر عقيدته فاسده. طيب صلى الله عليه وسلم قال ان اليد والوجه لا تكون الا جسما، فيض الله ووجهه كذلك، والموصوف بهذه الصفات لا يكون الا جسم، فالله تعالى جسم لا كالأجسام. ده ما كلام شيخ حامد، كلام ابن تيمية، ما ينسب لي كلام. قول ابن تيمية نقل عن ابن تيمية، قول شيخ حامد نقل عن ابن تيمية، دي الأمانة العلمية. لكن تقول شيخ حامد قال عشان تفهمني كلامي غش بالناس يا أخي، قول نقل عن ابن تيمية قبل ابن تيمية قال، قول إيه كلام ابن تيمية ما قالوا، كلام ده مكذوب على ابن تيمية ما قالوا، صلى الله على رسول الله، قول ابن تيمية ما قالوا كلام مكذوب على الوقت. طلع كلام ابن تيمية، كتاب ابن تيمية، صلى الله على رسول الله. طيب نخلي بالنا يا جماعة، فالله جسم
لما طول الله جسم ذاك الأجسام خلاص شبهته بمخلوق، وما في واحد من علماء السلف قال الله جسم على الإطلاق، إطلاق الجسمية دي ما علماء السلف ما قالوا جسم، قالوا هذا لا يمكن النزاع فيه، ولذلك المراد وأي محذور ذلك وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول أحد من السلف وأئمته أنه ليس بجسم، قال القرآن والسنة يثبت الجسمية بأن صفاته ليست أجساما، وعرض فنفي المعاني الثابتة بالشرعي يعني الله جسم، والعقل بنا فيه الفاظ لم ينفي معناها عقل وشرع جهل وضلال. في صفحة 9 ابن تيمية يقول المشبه لم يذكر بزمن، وينفي الكلام ده. أنا بقول لك أنا ابن تيمية قلت قال ابن تيمية، أنا قلت شيخ حامد خلي بالك. كذلك فاسم المشبه ليس له ذكر بزمن لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، الله قال ليس كمثله شيء. داير تنكر يعني تملس ابن تيمية عشان تبرر ساحته أنه ما هو مجسم. فاسم المشبه لم ليس له ذكر بذمن لا في كتاب الله ولا سنة ولا قول أحد من السلف. تقول الكلام ده ما موجود، ابن تيمية ما قالوا عشان أنت تخم الناس عشان يكبروك أهللوك، كان كبروك أهللوك من غيرهم كبروك أهللوك. ابن تيمية قال الله جسم عديل جسم، وقال المشبه الله التشبيه الخالق من خلق. فاسم المشبه ليس له ذكر بذمن لا في كتاب الله ولا سنة ولا قول أحد من السلف الصالح. كل السلف قالوا الله جسم، ولا في واحد من السلف الصالح قال الله جسم، ده كذب وافتراء. فاسم المشبه كونك تشبه الخالق بالمخلوق ومش طيب تشبه الخالق بالمخلوق. طيب قال كتاب شيخ حامد، قال كتاب من راسه ده، كتاب ده مطبوع في المملكة العربية السعودية ومغرز ابن باز. طيب المملكة العربية السعودية إدارة البحوث والدعوة والإفتاء مكتب الرئيس اللي هو ابن باز، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدي بهذا. أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري وفقه الله تبارك وتعالى في أعماله فيها. ورد من الحديث في خلق آدم على صورة الرحمن، وسمى مؤلفه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم. قال خلق آدم ما أعرف كذا، وقالوا خلق آدم على صورة الرحمن. قلت كلمة آدم دي ما قالوها، ما قال التويجري ولا قال ابن باز. الكلام أنا بقراه لك والناس تقول لي ما قال في خلق آدم، ما أتحدى وقال يجيبه منين. هو ده الكلام، ده تقرير ابن باز. طيب نخلي ابن باز قال الحديث آدم على صورة الرحمن، فألفيته كتابا يعني وجدته كتابا كثير الفوائد، ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن فيما يتعلق بمعنى الرحمن يوم القيامة على صورته، وقد أجاد وفاد وأوضح ما هو الحق. وهذه المسألة هو أن الضمير الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله، الله في شكل بشر. رأى الضمير يا جماعة ليعود لآدم، الضمير إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة آدم، لكن الله ما عنده صورة، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. طيب صلاة أمشي دي ده مربط الفرز ذاته عقيدات شنو فوائه ناي شنو أحد وتوحيد شنو بدعو له في خلال هذا بصورة الرحمن فيما يتعلق بيوم الغيب على صورته، وقد أجاد وأفاد وهما الحق في هذه المسألة، وأن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله، الله في شكل بشر. الحديث الضعيف قال صحيح ما بجيب لك بعد شيء الحديث، إن الله لا تقبح لي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورتي. علماء حتى الألباني بيقول الضمير يرجع لآدم لأنه رب ليس كمثله شيء. شوف فتاوى الألباني على أنه رب ليس كمثله شيء. كذلك ابن باز يقول الضمير بيرجع لله، الله في شكل بشر. داير تسمح لابن باز أنت؟ صلى على رسوله. حديث الواردة خلق آدم على صورة الرحمن إلى نهاية الحديث. طيب مضاه هو موجود، ده هو مضاه كتابه يتبع. طيب نخلي بالنا تخريج الحديث، تخريج لا تقبح الوجه ان الله خلق آدم على صورة الرحمن صفحة 21 ده الحديث قد رواه قال في كتاب التوحيد مرسلا، مرسل الحديث الضعيف من المرسل من قبيل الضعيف، فقال حدثنا محمد بن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال أعطى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح لا تقبح الوجه، هذا الحديث لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. تخريج الحديث قد أعلى ابن خزيمة الحديث الموصول عن ابن عمر وعن عبد الله بن بثلاث علل، إحداهما أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الإرسال معناه حديث ضعيف، والثوري ولم يقول عن عبد الرحمن،
والثابت أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمع من حبيب أبي ثابت، والثابت أن حبيب مدلس أيضا ولم يعلم أنه ذكر عطاء، وقد تبع الألباني على تعليل هذه الحديث. ما رجع الألباني في كتاب الدارين كرو قال جاب له كتاب من رأسه وقطعه من رأسه ورجره من رأسه، كتاب مؤلف في المملكة العربية السعودية عقيدة ناس الله في شكل بشر 76. أيضا هذا المعنى عند أهل الكتاب ابن باز مرجع التوراة المحرف المدن من الكتب المأثورة كالأنبياء في التوراة، فإن في السفر الأول سنخلق بشر على صورة يشبهها، سنخلق بشر على صورة، هذا المرجع بتاع ابن باز. التوراة وينه؟ جيب التوراة المحرفة ده كتاب المقدس. عقيدة هؤلاء الخوارج على أنه مصدر، ابن باز يرجع العقيدة مصدره وين؟ التوراة المحرفة ده. تالي بعدها يملس للناس، ناس بتسمع بأذنيها. سفر التكوين 1 خلق الله الإنسان على صورته، خلق الله الإنسان على صورته، ده مرجع ابن باز العقيدة، الله في شكل بشر اسمه آدم. قال كلمة آدم دي ما موجودة في الكتاب، آدم إغارة مرتين ثلاثة ما موجودة في الكتاب، موجودة في الكتاب كتاب هذا. طيب دليل شو بشبه الله بخلقه ماله سوى شنو؟ بشبه الخالق بالمخلوق حكمة شنو؟ بيقول الله في شكل بشر، الله في شكل بشر، الله في شكل آدم، آدم ما من خلق الله. قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر وصفه نفسه فقد كفر، ليس ما وصفه نفسه الرسول تشبيها. يدلس على الناس يقول لك أنه ما موجود. قلنا يا جماعة تخريج حديث سم الطفيل، ما قال الحديث موضوع على ابن تيمية، قال الحديث على ظاهره معناه يعتقد الله في شكل شاب أمرد، والكلام نطقه هو مكتوب مسجل، هو قال الحديث على ظاهره لأنه رؤية منامية. وهل الرسول يرى الخيال؟ يرى الله في شكل شاب أمرد؟ هل الرؤية المنامية عند الأنبياء ما رؤية حقيقية؟ تخريج الحديث، انت جبت كلام الذهبي ما جبت كلام ابن تيمية، الذهبي جبت كلام الذهبي ما جبت كلام ابن تيمية، حديث ابن تيمية معتقد على ظاهره الله في شكل شاب أمرد، دا يعتبر صحة ابن تيمية ولا دا يعتبر صحة ابن باز والألباني؟ أحمد شاكر بيعلق على كتاب الاستقامة لابن تيمية بيقول حديث رأيت ربي في صورة أحسن صورة، صورة شاب موقر رجلاه في خضرة عليه نعلام من ذهب على وجهه فراش مغار. الشوكاني في الفوائد المجموعة، الشوكاني ما ابن تيمية قال حديث موضوع، صفحة 447 رواه الخطيب عن أم الطفيل مرة أبي بن كعب موضوع في إسناده وضاع كذاب مجهول، حتى جلال الدين السيوطي قال حديث موضوع. شوف أحد هو اللآلي قال الحديث موضوع طيب قال وهو نفسه ذكر في الواهيات وذكر السيوطي في الليالي المصنوعة، الليالي المصنوعة جزء 1 صفحة 28 قال موضوع. كل علماء الجرح والتعديل شهدوا الحديث بالوضع، ابن تيمية يقول الحديث على ظاهره وده يعتبر صحة ابن تيمية، تيمية يقول الحديث على ظاهره وده يعتبر صحة ابن تيمية. حتى في الرؤية المنامية ربنا سبحانه وتعالى لا في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون رؤيا هي خياليه وانما يرون رؤيا حق. فالحديث موضوع في اسناده وضاع وكذاب ومدلس، في اسناده وضاع وكذاب ومدلس. صلى على رسول الله. لا كتاب ده انت يا ابو ده شو ده خلي معايا طيب قال ابو حنيفه الكذب على الائمه الاربعه على انه عقيده ايوه معلش انا قبل ما كذا هو قبيل قال الشيخ عبد المحمود نور الدايم قال الطبقات للشعراني هي كتاب انا ما ناكر لكن فيها كلام مدسوس الشعراني قال الكلام ده مكذوب ومدسوس انا ما نكرت الكتاب بالجمله تفصيل عشان ما تقوم على الناس انا قلت الكتاب ده موجود قلت لك كذب على الامام البخاري كتاب البخاري موجود انا ما قلت الكتاب ما هو حق الشعراني جمله تفصيله عشان تبوي على الناس انا قلت الكلام ده في الكتاب ده فيه دس
كلام ما قالوا الشعران دسوا علي الناس دسوا علي الإمام البخاري 14,000 حديث موضوعة مكذوبة دسوا على الرسول صلى الله عليه وسلم منصوبة في كتب 14,000 حديث. أنا ما قلت الكلام ما قالوا الكتاب ما قالوا الشعراني، أنا قلت الكتاب الشعراني حقه مؤلفه لكن فيه كلام مدسوس ما قالوا الشعراني. قال يا كتاب من عند نفسه يا ذا الكتاب الياغوت والجواهر دي الياغوت والجواهر ما مؤلفه الشيخ حامد ما مؤلفه الشعراني ذاته. الياغوت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر للإمام أبي عبد الوهاب أحمد الشعراني متوفى سنة 973. ما جبت كلام من عند نفسي، ما جبت كلام ساكت، ما بتكلم على حسب هوى. ما في ربع ساعة ما من قيف الليل حد كل الكتب دي كلها يفتشها حدا الصباح مضبوط ما في أي مشكلة كل زول عنده ساعة نص ساعة ما من قيف ما عندنا وقف يا شيخ. أيوة تمام ما بيع خاصة بتختم الدرس ختم للدرس ما في هاي كم كتامي هاي تتكلم الساعة ما تتكلم الساعة ليل مغرب ليل عشاء ليل باكر كلام الليل بقيف ما في وضح للناس الحق هاي عوض تكلم تكلم لا أنا أحسن ما عندنا وقف وقف ما في. طيب كلام الشعراني على أنه في أشياء متصوصة على ابن العربي في كتاب الفصوص الحكم في أشياء متصوصة على محي الدين من العربي محي الدين من العربي في كتاب الفتوحات المكية في كتاب في كلام متصوص على الشيخ عبد الغادر الجيلاني في الغنية في كلام مكتوب متصوص على الأئمة الأربعة على ما بيقولوا عقيدة الجهة وده كله ما قالوا نسمع. وجميع ما عرض طيب وجميع ما عرض ودس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد حنبل في مرض موته عقائد زائغة وأصحابه يعلمون ذلك وكذلك دسوا على الشيخ الإسلام مجد الدين الفيروز عبادي في الغاموس وكتاب الرد على الجهمية في وتكفير في تكفير أبي حنيفة وكتاب الخياط كل كتب أقولنا الكلام ده مدسوس. أنا ما نكرت كتاب جملة توصيلة لكن فيه كلام مدسوس مكذوب على العلماء ما قالوا ده كلامي بقول أنا ما قلت كلام ما موجود جملة توصيلة. الكذب على الأئمة الأربعة على أنه يقول بعقيدة الجهة الكذب على الأئمة الأربعة يعتقدون الله سبحانه في جهة. صلى على رسوله 66 أعود أجلس أجلس. قال أبو حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن عرش استوى. قال شيخ الإسلام قال أبو العباس في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة وعن أصحابه الكفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء ولا في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي لذلك ليس في السماء ولا في الأرض. خلاص الكذب اسم المرجع كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية قالوا الأئمة الأربعة بقول الله في السماء والما بيعتقد هذه العقيدة هو كافر. صلى الله على رسول الله برضو الكلام ده جابوا الذهبي بأنه الأئمة الأربعة بقول في السماء كذب. صح 176 قال روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري الحافظ عبد الله المقدسي بإسناده إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن محمد بن إدريس شافعي ناصر الحديث رحمه الله تعالى الغول في السنة التي عليها أنا ورأيت عليها أصحابنا مثل سفيان الثوري ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سماواته يغرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد. الكلام ده منسوب للإمام الشافعي يعني الأئمة الأربعة بيعتقدوا عليه. شوف دفع شبهة التشبيه بكف التنزيه الكذب على الأئمة الأربعة للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 69 كذب على الأئمة الأربعة ضاف بيان ما جاءوا وزعم أنه من قول الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى في تأييد عقيدتهم الفاسدة مع إبطاله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذكر لما أن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه وسماواته. جواب هذا الكلام كذب على أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن راويه أبي مطيع البولخي كان كذابا وضاعا في ترجمات غاية الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جزء 1 صفحة 574 قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يروح عنه شيء
بشيء، وعن يحيى بن معين ليس بشيء، وقال في ترجمة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان الجزء الثاني الطبعة الثانية 52 الهندية، قال أبو حاتم الرازي كان مرجئا كذابا، وخاطب ابن حجر ترجمته بقوله قد جزم بأنه وضع حديثا، فينظر في ترجمة عثمان بن حنين عبد الله الأموي، وقلت الوضاع الكذاب الذي يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل لا ينبغي أن يروى عنه شيء، كيف يعتمد على ما رواه أبي حنيفة؟ ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يكذب على من دونه وعلى أبي حنيفة وليس كذلك. طيب أيضا الكذب على الإمام الشافعي بأغوال الوضاعين الكذابين، بأغوال الوضاعين الكذابين، الإمام الشافعي نقل عنه المجسمة الغول بها في السنة التي عليها رأيت أنا أصحابي عليها أهل الحديث الذي رأيتم وخص عنهم مثل سفيان الثوري ومالك الإغرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى عرشه فوق يغرب من خلقه كيف شاء وإن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ذكر سائر اعتقاد. قلت هذا مذكور في مختصر العلو الصفحة 176، وهنالك روى الشيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري الحافظ بن محمد المقدسي بإسناد إلى أبي ثور إلى أبو شعيب كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي جوابه أن هذا الكلام كذب محض وهو مدسوس على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مختصر العلو المتناقض لما أنه يعلم أنه كذب. وأما الإمام الشيخ الإسلام الملقب بالشيخ الإسلام الحسن الهكاري فهو أحد الكذابين الوضاعين، قال الحافظ الذهبي ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 112، قال أبو القاسم بن عساكر لم يكن موثوقا به، وقال ابن نجار متهم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة في لسان الميزان الجزء الرابع صفحة 195 طبعة الثانية، كان الغالب على حديث الغرائب والمنكرات في حديث أشياء موضوعة رأيت بخط بعض أصحاب الحديث إنه كان يضع الحديث بأصبهان. وأما أبو محمد المقدسي فمن أباح العلماء بدمه كما يجد في ذلك في طبعة طالع مترجم لكونه مجسما صرفا، انظر كتاب الروضتين المسمى ترجم الغرنين لحافظ ابو شام المقدسي، وقال وابي وان واين اسناد ابو محمد المقدسي حتى يحكم عليها انه ايضا، ثم اعلم ان ابو شعيب الذي زعم انه روى تلك العقيده عن الشافعي ولد بعد وفاه الشافعي بسنتين، ذو المجتمع الشافعي يروي عنه بسنتين كما تجد ذلك في تاريخ بغداد الجزء التاسع صفحة 436. أما هذه العقيدة المروية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهي مدسوسة عليه كما نقل ذلك الذهبي نفسه في الميزان الجزء الثالث صفحة 656 وفي ترجمة العشاري، فلا غرو أن يتناقلها الحنابلة المجسمة يعنون بها. وقال أيضا الحافظ ابن حجر في لسان الميزان الجزء الخامس صفحة 301 نقل عن الذهبي أدخل عليها أشياء فحدث عنها بسلامة باطن وبحديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء، ومنها عقيدة الإمام الشافعي برضو كلام مكذوب على الإمام الشافعي ما قالوا أيضا. قلت وأين هذا ولعل هذا العشاري في سنده عقيدة الشافعي يرويها الهكاري الوضاع المقدس المجسم كذلك في سنده ابن كادش الوضاع، ثم اطلع على تبديد الظلام والمخيم المحدث الحسن الكوسري فوجدته اعتقاد الشافعي المذكور في سبط الكوراني كذب موضوع مروا بطريقة العشاري بابن كادس، ذلك إسقاط ما احتج به المجسمة في تأييد الإمام الشافعي لأن لآرائهم الفاسدة. أما الإمام أحمد بن حنبل فالمجسمة يحتجون عليه بعض كلمات تنقل عنه مذكورة في كتاب الرد على الجهمية الذي ينسب إليه من أنه قد وضعه في أشياء كثيرة نقل عن إثبات التأويل وغير ذلك في المقدمة تنسب استدلال المجسمة. وأما كتاب الرد على الجهمية فليس من تصنيفه، أما تصنيف من يتظاهر باتباع من المجسمة فقد نص الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في سير أعلام النبلاء الجزء 11 الصفحة 286 عن كتاب الرد على الجهمية موضوع على الإمام أحمد بن حنبل، قال الذهبي لا كرسالة للصرخ ورد على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله. فأنا ما قال الكلام اللي قلناه ما خرجنا من الكتاب وما خرجنا السنة أنه لا يعتقد الله في شكل بشر، قال بيعتقد الله في شكل بشر عقيدته فاسدة ما قال الشيخ حامد، قال نعيم بن حباد من شبه الله بخلقه فقد كفر. لما تقول عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن تشبيه الخالق بالمخلوق عقيدة كفرية، تشبيه الخالق بالمخلوق عقيدة يهودية، تشبيه الآدم بالمخلوق عقيدة نصرانية، تشبيه الخالق بالمخلوق ليس عقيدة السلف الصالح، ربنا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك، الله بخلاف ذلك. تقول الله في شكل بشر، تقول الله جسم، عقيدة فاسدة. كان قالوا الصوفي جبهجي وهابي كلام ده طقيفين هو القدر البسر، كل من يعتقد الله في شكل بشر ما قال الشيخ حامد
قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فعقيدة ابن تيمية الله في شكل بشر، عقيدة الألباني الله في شكل بشر، عفوا الألباني، عقيدة حمود التويري الله في شكل بشر، ابن باز الله في شكل بشر، صلى الله على رسول الله بيشبه الله الخالق بين المخلوقة توسلت ما توسلت، دي عقيدة فاسدة. ما قال الشيخ حامد، ما تقول الشيخ حامد قال، قول والله نقل من الكتاب، قال انا قال عن الشيخ حامد ده كتاب فيه تدليس وفيه كذب، تقول الكتاب النقل عن الشيخ حامد. ابن تيمية يقول الحديث على ظهره، يقول ابن تيمية الحديث على ظهره في شكل شاب امرد الحديث على ظهره، ما كذبه، ما قال موضوع، ما قال كذاب. ما تقول لي كلام الذهبي، الذهبي ايوب ايضا الذهبي رجع من الكلام ده وضعف الحديث. تجيب لي كلام ائمة الجرح والتعديل، قول لي ابن تيمية قال الكلام ده موضوع. ابن تيمية تبين قشمك ده نطقت، قلت حديث الشاب الامرد قال على ظهره لانه رؤيه مناميه، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيه الخيال؟ حديث موضوع فيه وضاع وكذاب ومجهول. وابن تيمية ابن باز والتويجري وكل الجماعات الوهابيه الان بيعتقدوا الله في شكل بشر اسمه ادم، عقيده اهل الايمان في خلقه ادم. ادم قال كلمه ادم دي ما موجوده في الكتاب، يعني انا جبتها من راسي، انا اكذب وكذب، اذا كذبت انا يوم القيامه الله بيسوي لي شنو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه، وان الكذب يهدي الفجور وفجور يهدي النار. صلى الله على رسول الله: فانا ما كذبت، قلت الجماعه دل بيقول الله في شكل بشر اسمه ادم، قال ما يكون ما موجود. للشيخ حمود التويجري كذا داير تنكر، هو حمود التويجري ما قالوا، ما قالوا. صليت على رسول الله: يا عقيده ابن باز الله في شكل بشر، وبرجع للتوراه المحرفه المبدل، بيعتقد المعتقد توسل ما توسل، استغاث ما استغاث، عقيده فاسده، عقيده فاسده. ما قال الشيخ حامد، قال حماد بن نعيم شيخ الامام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. الالباني قال، الالباني في كتاب 54 قال: المجسم يعبد صنما، المجسم يعبد صنما. كل ما تعود كتب كتاب الشيخ حامد ما قال، انا برجع كتاب عشان اوضح للناس اكثر، كله قلت كلام الشيخ حامد ما قلت من راسي، انا بسند الكتاب عشان ما اتكلم تقطق الكلام في الهواء. الزمن انتهى، كم دقيقه بقى؟ دقيقتين مش كده؟ فانا ما قاعد اتكلم من راسي، قاعد اتكلم من كتب. ونحن الحمد لله للصباح ممكن نتكلم، الحمد لله محاضره سلميه صار، الحمد لله في زول نبه زول، زول في زول شتم زول، اي حاجه نسبها للصدى الصوفيه يا مكذوبه يا مدسوسه يا معوله. التاويل اذا كان الولي في حاله غيبه قال انا الله، في الدقيقتين نتكلم قال انا الله، والله ما باخذه في غيبه، ما غايب عن وجوده. كيف الحديث في صحيح الامام البخاري؟ خلي بالك الحديث صحيح ما الامام قالوا الرسول، ما قال الشيخ حامد، قالوا الرسول، ما تضحك الضحك ده ما علم، قالوا الرسول ما قال الشيخ حامد، حديث صحيح من البخاري قال: ان الله افرح بتوبه العبد، كما انه العبد اذا عليه عنده دابه انفلتت عليه اكله وشرابه ومتاعه قال ينوم في معنى الحديث، ولما صحى فجاه لقى الدابه فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك، اللهم قلبه خيري. الرسول قال ما كفر، قال اخطأ من شدة الفرح. فالولي اذا كان قال كلام غايب عن وجوده وقال الكلام ده لا يؤاخذ، لانه ينزل بمنزلة السكران. صليت على رسول الله غايب عن وجوده. امام مدسوس كما دسوا على الامام الشعراني ودسوا على محي الدين بن العربي ودسوا على يعني دس على الائمه الاربعه ودس على الامام البخاري ودس على ابن كثير ودس على كتب البدايه النهايه ابن كثير، في دس من قبل هؤلاء الجماعات. والله حتكلم في الدس يومين ما نقف، نتكلم في الدس يومين ما تقف، كلها كتب مزوره مدسوس عليها. نحن الكلام ده ما هو اي كلام يقوله، انا لابد ارجع من الكتاب، ما يقول صحيح كلام دلس الشيخ حامد، انا بدلس، لانه كلام انا الله باخذني به، ما يلفظ من قول الا لديه رواتي. تكلم امشي وحدنا الصباح نايت ستيل بيبي لحد الصباح، نحن لابد نمشي الليله ما نقف كله كله بس. أقف أنا، أقف أنا محل وقفته. طيب محل وقفته إنه ذكر حامد، إنه الله يديك أصبر، ذكر حامد إنه عائشة رضي الله عنها لما دخلت شادة عليه دل، كان الزمن يتقطع في الكلام ده، ترى واصل وجي لشبهات وقالها شدة ثيابه ودخلت لأنه عمر قال، ده دليل على إنه الميت شنو يرى، وده كلام باطل. ليه؟ لأنه عائشة رضي الله عنها عللت الكلام ده، ما قالت لأنه عمر يشوف ويرى، قالت حياء من عمر. أما الميت يرى، ده أول حاجة لا دليل له تستطيع تجيبه لا من كتاب لا من سنة، خلاص أبدا أبدا. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد
أمثالكم. كما في أصنامكم يا ناس تدعون تعبدون ما تفسر الكتب التفسير. وقف الزمن. وقف الزمن. وقف الزمن. وقف الزمن. يا جماعة الكتب دي هوي منظر. طيب طيب جيب المصحف عليك. جيب المصحف. جيب الآية نقرأ من المصحف. جيب. طيب 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 نقرأ له من المصحف ذاته عشان يقتنع. طيب الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. طيب خلاص يا جماعة ربنا قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي نهاية الآية ربنا قال ألهم أعين يبصرون بها. الله قال كده خلاص. ربنا قال عباد أمثالكم إن الذي أعد لك. ربنا قال إن الذين عاني يا شيخ زماني تديني له أنا ما بقبل ده زماني قبل ما أدتني له. طيب ربنا قال عيد لك تاني. ربنا قال إن الذين ودي الآية سورة الأعراف الآية 194-195 إن الذين تدعون من دون الله. حامد قال دي أصنام. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله هل أصنام. ربنا قال عباد أمثالكم. هل أنتم بيقول طيب طيب الله الله أكد الله رب سبحانه وتعالى أكد قال عباد أمثالكم. هل أنتم أصنام. ربنا قال أمثالكم. طيب قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. سورة الأعراف الآية 194-195. حامد قال شنو ثاني. قال أنا قلت بنفسي قال بلساني قال قريت ابن كلام ابن تيمية في حديث على صورة شاب قالوا قلت ابن تيمية قال ده على شنو؟ على ظاهري. على ظاهري حامد قطع الكلام. ايش رايكم؟ هذا الكتاب هذا الكتاب. ماذا قال ابن تيمية؟ لازم يجوز عشان ما اتكلم لانه عارف الحق. قال ابن تيمية في الجزء الثاني الصفحة 1311 من كتاب بيان تلبيس الجهمية. ابن تيمية قال شنو؟ قال اول حاجة قال ان يكون راى ربه في المنام صورة مخصوصة في المنام. قال وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة فيقال له قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤيا كانت في المنام خلاص فيكون هذا الوجه والمقطوع به وما سواه باطل. ولسه حجيب لك الحتة القطعة وتم مالك عشان ما يكوري. قال ولكن لا يكون ذلك من باب التأويل. أسمع ولا يكون ذلك أصبر يا أخي دي فرصتي الله يهديك. والله تتكلم تاني يا قاطعك هلعب عيال ولا شنو؟ تزول كبير يا اخي احترم شيبتك دي احترم الناس اللي قاعدين. ده ادب التصوف ده ادب التصوف. طيب طيب قال ولكن لا يكون ذلك من باب التأويل. يلا الكلمة الجاية حقولها لك واقرأ لك الكلمة القطعة. قال بل الحديث على ظاهره إجابة الكلمة القطعة فيكون ظاهره أنه رآه في المنام. طيب ده واحد معلش ارفع الكتاب. طيب حامد قال شنو ثاني وهذا الكلام بس ما جاب حاجة جديدة. حامد قال ابن تيمية قال المشبهة ديل ما أنكروا عليهم لا في القرآن لا في السنة. شفت كيف؟ طيب نشوف ابن تيمية قال شنو عن المشبهة. قال والمقصود هنا أن ذكر حجج من كفر المشبهة وتكلم عليها فقال وأما تكفير المشبهة فقد كفرهم أصحابنا والمعتزلة من وجوه إلى أن قال ورابعها أن الأمة مجمعة على أن المشبه كافر. ثم المشبه لا يخلو إما أن يكون هو أن يسب إلى كون الله تعالى وتقدس مشبها لخلقه من كل الوجوه أو ليس كذلك. والأول باطل لأن أحدا مشبه من كل الوجوه أو ليس كذلك. والأول باطل لأن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى ذلك. ولا يجوز أن يجمع على تكفير من لا وجود له. بل المشبه الذي يثبت الإله على صفة يشبه معها بخلقه والمجسم كذلك لأنه إذا أثبت جسما مخصوصا بحيز معين فإنه يشتبه عليه بالأجسام المحدثة فثبت أن المجسم مشبه وكل مشبه كافر بالإجماع. ف
فالمجسم كافر. ده كلام تيمية. طيب بعد ذاك حامد قال، حامد قال ما تقول لهم يا زول كبروا، ما ناس قاعد يكبروا، ما لك يا زول. طيب في صحيح البخاري، اقعد يا زول، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضح ما تتصرف يا زول، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، ده دليل التكبير، كبر. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لاصحابي: اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قال فكبرنا. ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قال فكبرنا. طيب حامد قال، حامد قال استوى على العرش، قال ده من كلام الوهابيه، ونقل نقولات طويله، قال ده كلام الوهابية، استوى على العرش. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. الآية ترد على حامد في جزئين، شبهتين. الشبهة الأولى إنه القال على العرش استوى ده الله، ده ما بينباز ولا توهجر ولا غيره، أنت ما عارف قرآن ذاته، خلاص أصبر يا زول. الشبهة الثانية اللي بترد على الآية على باطل حامد الصوفي السماني، إنه قال الوهابية قالوا الله بعد ما خلق السماء والواطة استوى على العرش، وقام زاد لها من راسه، قالوا خلف كروعه تحت الثانية وتعب، ده من راسه من التوراة المحرفة زيه، ده ما كلام واحد من علمانا، بل علمانا هو نقل كلام علمانا، إنه الألباني أبطل الكلام ده في نفس الكتاب القراو وذكر بعظمة لسانه ومصور مسجل، أبطل هذه الرواية. وبن باز طيب، وبن باز رحمه الله عز وجل قال لما نقل كلام التوراة من اليهود، بن باز بعد ذاك عقب وقال الكلام ده غير صحيح، حامد ما قرأ التعقيب وتحداه ودين الكتاب. جيبوا 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 اديني جيب الكتاب، خلاص جيب الكتاب، هاي جيب الكتاب، هاي الكتاب، هاي عارفه انا، هاي أنا ما أخذت نظرة في الكتاب، عرفت كلامي؟ طيب الصفحة إذا ما دام الكتاب لا درس، لكن حنقرأ من كتاب الماصي ده منه ذات. طيب حيفتحوا لك شيخ أحمد. طيب بعد ذاك قام قرأ كتاب بتاع السقاف، ده ما كتاب الذهبي ولا ابن تيمية، كتاب السقاف، والسقاف ده صوفي نكرة وصوفي، الزول ده يكذب، يقول ده يقول قال ابن تيمية، قال الألباني، قال ابن باز، وده كتاب السقاف. يلا طيب شوف الكلام من نفس كتابه ذات الماصل المصوره، ده قال شنو؟ ده كتاب حامد مكتبي. ها طيب قال في صفحة 76 قال: وأيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأسورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. تلقى حامد وقف لحدينا، كلام عند تمامه. قال: وقد قدمنا انه يجوز الاستشهاد بما عند اهل الكتاب اذا وافق ما يوسر عن نبينا بخلاف، اصبر يا كساب، بخلاف ما نعلمه الا من جهتهم، فان هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم، ثم إن هذا مما لا غرض لأهل الكتاب في افتراء على الأنبياء بالمعروف من حالهم كراهة وجوه ذلك. فابن تيمية اسمع قال بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم، قال بخلاف، هو ده بالصفحة 76 القبل الصفحة دي، قال بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم. طيب ده كتاب حامد، قال بن باز قال شنو يا جماعه؟ قال بخلاف ما لم نعلمه الا من جهتهم، عرفت كلامي؟ ده ما موجود
بن باز قال لك ده ما موجود إلا من جهة اليهود، إلا من جهة اليهود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: خالف اليهود جز الشوارب وألخ اللحى. فقال خالف اليهود. فضل. طيب حامد قال، أصبر يا زول. طيب حامد قال، حامد قال، حامد قال، قال الولي. طيب حامد قال شنو؟ قال الولي البتاع الصوفية مش الولي بتاع الله، قال لا يؤاخذ لأنه في منزلة السكران. قال الدليل، قال إذا شطح يعني، قال الدليل إنه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. حديث صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، والبخاري من رواية أنس، البخاري مسلم من رواية أنس، النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى قصة الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قال شطح ولا يؤاخذ. أسمع يا أخي أسمع، ما قال لا يؤاخذ. طيب طيب طيب، ما نفس المعنى، ما نفس المعنى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا شيخنا تديني زمني يا شيخ، يا حكم يا حكم يا حكم، ده زمني تديني له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أخطأ من شدة الفرح. فالرسول، الرسول خطوا خطوا، وحامد يقول، الحامد يقول الولي لا يؤاخذ، والرسول آخذ الرجل قال أخطأ من شدة الفرح. انتهت الشبهة. طيب طيب، موضوع، موضوع الله في السماء، موضوع أن الله في السماء، منو قال الله في السماء؟ وقف الزمن يا حكم، يا حكم وقف الزمن، هاي وقف الزمن. طيب موضوع أن الله في السماء، نشوف منو، نشوف منو قال الله في السماء. دقيقة يا جماعة دقيقة، ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب عقائد الأئمة الكبار من الأئمة الأربعة وأكبرهم وحنيفة وغيرهم في إنه ربنا سبحانه وتعالى في السماء، ده كتاب الذهبي ومختصر للألباني، مختصر العلو للذهبي واختصر الألباني. طيب ده مكذوب، طيب جيب ده مكذوب، طيب ده مكذوب، ده كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. ماذا قال؟ طيب ما عندك طريقة إلا الجوطي يا حامد، ما عندك أي طريقة إلا الصوفية الجوطي. طيب الأسماء والصفات، وقف الزمن يا حكم، وقف الزمن يا حكم. يا جماعة يا ناس أصبتوا عليك الله، عليك الله أصبتوا. طيب الناس تسكت يا أخبارك الله يهديكم. طيب طيب، حامد بابكر قال كتاب الإمام الذهبي اللي اختصره الألباني ما له يا جماعة مكذوب. طيب ما مكذوب، خليناه معي انتو، ده كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. هل هو مكذوب؟ وأنا ما قاعد أصور الكتب وأجيبها أغش، هذه كتب ذاتها. طيب الصفحة 420، قال البيهقي رحمه الله: باب ما جاء في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. قال، قال أبو عبد الله الحافظ، قال الشيخ أبو بكر ابن إسحاق ابن أيوب ساق بإسناده، قال الله عز وجل، قال في بموضع على، قال الله عز وجل: فسيحوا في الأرض، وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومشى طوالي، قال أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد إلى معاوية بن الحكم السلمي قلت لرسول الله، فذكر الحديث إلى أن قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: الله في السماء. ده جابوا منها يا جماعة البيهق، ده مكذوب. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة فأعتقها يا رجل. طيب في الصفحة رقم 428، قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس وساق بإسناده، قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: هو الذي يعبد، الذي يعبد، هو الذي يعبد من في، يعبده، يعبد من في، يعبد من في السماء، ويعبد، يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قلت: وفي معنى هذه الآية، ده البيهقي: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. على أن بعض القراء يجعل الوقف في هذه الآية عند قوله في السماوات، ثم يبتدئ فيقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وكيف ما كان، فلو أن قائلا قال: فلان بالشام والعراق يملك،
لدل قوله يمتلك على الملك بالشام والعراق لا أنه بذاته فيهما. ده كلامنا يا جماعة البيهقي، واستدل بحديث الجارية وقال هذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى ابن أبي كثير إلى آخر ما قال البيهقي رحمه الله تعالى. قال البيهقي بصفحة 422: ومعنى قولي في هذه الأخبار من في السماء أي فوق السماء على العرش، أي فوق السماء على العرش. ده منو قال؟ البيهقي، ده برضو مكذوب. فوق السماء على العرش كما نطق به الكتاب والسنة. ثم معناه والله أعلم عند أهل النظر ما قدمنا ذكره، وقد قال بعض أهل النظر معناه من في السماء إله، والأول أشبه بالكتاب والسنة. ياتو ده الأول، فوق السماء على شنو يا جماعة؟ على العرش. ده قال التوهجري وابن باز وابن تيمية وتقرأ لي من كتاب السقاف الصوفي. طيب بعد ذاك قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد قطعه، ولو اداني الكتاب الثاني ده برضه بكشف انه قطعه، لانه نعيم قال تمامة الأثر القطعه. قال وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله تشبيه، قطعه. فلما نثبت على حسب كلام نعيم بن حماد، خليهم يا ظلوم قاعد يكبروا، لما نثبت على حسب كلام نعيم بن حماد انه الله في السماء، عرفت كلامي؟ وده ربنا أثبته في القرآن أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآيات، لما نثبت ده ده ما فيه تشبيه. وفي السماء ما معناته جوا السماء قاعد، وإنما فيه بمعنى على، لأن ربنا قال لأصلبنكم فيه جذوع النخل ما معناته جوا، وإنما عليها، لأن ربنا قال فسيحوا فيه الأرض يعني عليها، لأن ربنا جل وعلا قال فامشوا فيه مناكبها يعني ما جوا الأرض، وإنما على مناكبها وأطرافها. أأمنتم من في السماء يعني على السماء. بعدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال الراحمون يرحمهم الرحمن. لو قلت حديث الجاري ضعيف، البيهقي قال صح، لكن قول حامد منو العلامة الأعلم من البيهقي قال ضعيف، ما مشكلة. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مرحمكم من في السماء. وقبل وقبيل اسمع 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 دقيقة. طيب قبيل، طيب قبيل حامد قال لي وقف الزمن، جيب موية على قلبك، وقف الزمن لحد ما يسكت جيب الموية لحد ما يسكت. طيب حامد قبيل هو قال ان انا كذاب وسكت الناس زي ليه يا حكم؟ زماني واقف مش كده؟ اي وقف الزمن. هاك يا خطاب. او امسك الكتابين دول. شيخ عمر. طيب ابدا؟ سكتوا؟ طيب حامد عشان كده قال لي هو قال اني بكذب على الائمه زي ما هو كذب قبيل على البخاري. قال حديث خضرت رجل رجل عند ابن عمر وقال يا محمد، قال الأثر في البخاري عن ابن عمر، وابن عمر قال ما قال لي قول يا الله، قال لي قول يا منو؟ يا محمد. وقال الأثر ده ذكر ابن تيمية في شنو؟ في صحيح الكلمة الطيب، الرسالة موجودة عندكم هنا، شفت كيف؟ هي موجود. أول حاجة الأثر وقف الزمن، رسالة ما مجلد، ارفع الحياد دي، وقف الزمن لحد ما يهدى، لحد ما يسكت. طيب الأثر شوف يا شيخ، طيب الأثر الحامد دار يجوز بالشرك والكفر ودعاء غير الله، لأنه دعاء غير الله كفر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حامد جاب شبهة، قال الإله ده قال ما بتكفر إذا دعيت غير الله إلا إذا قلت ده إله. طيب ما رأيك يا حامد في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني مزاجه، هل في زول قال الهوى إلهي ولا ربنا سماه لأنه تابع الهوى وترك أمر الله ربنا سمى شنو؟ إله. وكذلك في الآية لأنه دعا غير الله واستغاث وقف الزول ده وقف الزمن، أنت الحكم.
وكذلك ربنا تبارك وتعالى في الآية وصف كل من دعا غير الله أنه اتخذ إلها مع الله. خلي الحتة دي مش ما قدرت تفهمها. ربنا قال إنه لا يفلح الكافرون. أي زول يدعو غير الله شنو؟ كافر. خلي الحتة دي لو أنت ما قدرت تقتنع بالآية في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أما الحديث جابوا عن ابن عمر قال عن الهيثم ابن حنش بحامد ما جابه كنا عند ابن عمر فخدرت رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من منجمة من عقال. أول حاجة الهيثم ابن حنش مجهول. أذكر الكلام ده منه ده الخطيب البغدادي في الكفاية الصفحة رقم 88. وذكر أيضا الرجل الثاني المجهول وهو أبو إسحاق السبيعي. وده شنو يا جماعة؟ ده مدلس. أبو إسحاق السبيعي ده مدلس. ذكر العلماء زي ما ذكروا الذهبي هنا أمسك زي ما ذكروا الذهبي هنا في ميزان الاعتدال. عرفت كلامي؟ أنت زماني قبل وقفت مش كده؟ أي تمام. طيب دقيقة يا سيدي مالك الله يهديكم. طيب أسوكتوا يا جماعة ما بزول يتكلم طيب طيب قال الذهبي في ميزان الاعتدال قال لي وينو الذهبي هذا وهابي الجزء ثلاثة وده بيكفي كتب خلاص الجزء ثلاثة صفحة 275. أبو إسحاق السبيعي في الرواية دي اللي هو الذهبي قال اسمه عمرو بن عبد الله وهو أبو إسحاق السبيعي أهو ده أنا كمان بجيب كتب مصورة بغش وهو أبو إسحاق السبيعي قال من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا شنو يا جماعة؟ قليلا. ده جرح أهل العلم. طيب وقال الفسوي تعرف الفسوي قال ابن عيينة حدثنا إسحاق بن إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. قال الفسوي قال بعض أهل العلم كان أبو إسحاق السبيعي ده كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه. الأثر بتاعك بتاع ابن عمر قال يا محمد ضعيف كما ذكر الذهبي. طيب طيب وقف الزمن. لا وقف الزمن أنا ما برضى أنا ما قاعد أقاطعه أنا مؤدب خالص لكن هو ده حامد قاطعني أكثر من 30 مرة مما بديت الكلام والناس شاهدة. موقف الزمن سكت حامد نبدأ. طيب نبدأ. بعد ذاك يا جماعة شوف الصوفية ديل ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هلا فيها ولا فيها لفظ إله. ربنا قال فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال كده وأحدا نكرة بلغة عربية بعد ده لو بيتغالي ده موضوع تاني. نكرة والنكرة في صياغ النهي تفيد العموم وكان النهي فلا هنا ناهية وليست نافية والنكرة في صياغ النهي والنفي تفيد العموم فأفادت الآية فلا تدعوا مع الله أحدا أي أحد. ربنا قال ما تدعوا مع الله يا أخي يا جماعة ربنا قال أزول ده داري مسكم في غير الله. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كذا الكلام ده يا جماعة أوزنوا بعقولكم يا تصح تدعو الميتين زي ما هو بيقول والميت بيسمع قال وبينفع بضر ولا ويرى ولا يا جماعة ولا تسمعوا كلام ربنا. ربنا قال ومن يدعو ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. طيب الرواية لا غير السبعة فيه وكانت وقفتها خمسة وسبعة لا هو يا زول هوي انت الحكم ولا زول ده انت بقيت حكم ولا كم وفي والوقفت فيه الزمن ما في مشكلة هدية له. طيب قال جاب القصة الجبال اللي هي شنو يا جماعة من تفسير ابن كثير عشان يجوز بها شنو يا جماعة يجوز بها الشرك ده حامي من تفسير ابن كثير اللي هي قصة شنو يا جماعة لا قصة الرجل قصة العتب. طيب إنه جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. القصة دي عن العدبي، العدبي ده مجهول. نتحدى حامد الآن يطلع لنا كتاب إما الذهبي ميزان الاعتدال أو غيره، تقريب التهذيب لابن حجر أو تهذيب الكمال، عرفت كلامي، أو غيره من كتب العلماء يورينا العدبي ده من وثقه من العلماء. أوعك تفتح كتاب السقاف كتب الرجال، عرفت كلامي؟ طيب القصة جابة في سورة الأعراف، في سورة الأعراف اللي هي شنو يا جماعة؟ القصة في سورة الأعراف بتاعت إنه الشاب أجا لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جاء جا قبره وخاطب وقال واتكلم معاه وقال بعد ذاك شنو يا جماعة؟ الشاب قال رد له من القبر. نشوف القصة دي في تفسير. طيب هاي سورة الأعراف، أنا الكتاب خطيته هنا سورة الأعراف. طيب سورة الأعراف لا أنا خطيته هنا أسا. طيب لا لا من يقدر تفسير كثير سورة الأعراف. لا ما في زمن طوال وخلاص سقاط في زمن طوال. طيب في تفسير سورة الأعراف القصة جابة. طيب فتش الكتاب طوال. هاي لا لا اصبر اصبر اطلق. لا لا اصبر سورة الأعراف تفسير كثير. طيب طيب لحد ما الاخوان يجيبوا الكتاب زي قبل نواصل. طيب بعد ذاك قال حامد قال انه الاولياء يعلموا الغيب، قال قال والدليل والدليل انه يا ساريته الجبل الجبل، انا خطيته هنا قبل خطيته قدام، قال يا ساريته ما مشكله، قال يا ساريته الجبل الجبل خلاص. قال ده دليل وقسم الغيب قال له نسبي وله مطلق. اول حاجه دارين دليل من الكتاب او السنه، دليل من الكتاب او السنه يا جماعه انه الغيب قسمين نسبي ومطلق، دليل ايه او حديث، ده واحد. اثنين قال يا ساريه الجبل وقام قال القصه دي وزاد لها زياده، وقال عمر بن الخطاب لما جاء قال ربنا اراني الجيش بعيني، قال يعني معنى الروايه، معنى الروايه خلاص. اول حاجه عمر بن الخطاب رد على كلام حامد ده ذاته الصوفي ده، عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قالوا له ما هذا الذي قلت يا عمر في الخطبه؟ قال كلمه اجراها الله على لساني. اذا ما شاف الجيش قال دي كلمه اجراها الله على لساني، فهذه من باب الكرامات لانه عمر بن الخطاب ولي. اما 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 كلام القبيل، كلام القبيل انه الوهابيه مجسمه نفيناه. نشوف بعد نشوف بعد منو هو المجسم ومن هو اللي بيدعي انه هو الله عديل. ده كتاب النور البراق لمنو يا جماعه؟ لمحمد عثمان المرغني في الصفحه لا لا ايوه. طيب في الصفحه رقم 124 الى 125 قال شنو؟ قال محمد عثمان المرغني فالعرش والفرش والاكوان اجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. قال قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي فالطول طولي واهل الفضل اطفالي الى ان قال انا الجليس. ده الصوفي محمد عثمان المرغني قال انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب اجمالا وتفصيلي. اهو ده الكتاب. انا وقال لك قال لك قال لك طيب طيب دي كتب، دي كتب كلها من الدار السودانيه للكتب، ودي 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 الفواتير. ساكت تقول مكذوب قناه الذهب الناس ما يحبوا شويه. طيب الصفحه 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 ما دخلوها ما تمسعملها والله. الصفحه 78 خلاص الصفحه 78. طيب قال يلا ده الصوفيه ده كتاب. وقف الزمن يا حكم يا حكم يا حكم وقف الزمن. لا لا ما انتهى. وقف الزمن نازل جاتوس وقف ما انتهى.
يا زول انت حكم هو يا زول انت حكم تعال كيف هو ده الحكم احنا راضين به وناس الحيله راضين به تعال كيف هو حامد يا حامد طيب طيب ده كتاب ده كتاب انا للصباح بقعد اذا ناس الحيله دايرين اذا زي ما ناس الحيله قالوا انتهت انتهت طيب دي القصه القبيل ما لقينا الكتاب بتاعه هو ده الكتاب هو ده الكتاب يا هو ده الكتاب تفسير ابن كثير الجزء 3 قال ان شابا كان يتعبد في المسجد فهويته امراه فدعته الى نفسها وما زالت حتى كاد يدخل بها المنزل فذكر هذه الآية إن الذين اتقوا إذا آي بختم إذا مسهم طائف خير من الرحمن تذكروا فإذا هم مبصرون قال فخر مخشيا عليه بعد ذا قال فجاء عمر فعز أباه قال ده دليل على جواز التعزية التعزية جائزة لكن الإقامة في مكان التعزية ما جائزة لقول جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفني من النياحة قال فخر مخشيا علي هو ده بس آخر حاجة قال فذهب عمر فصلى على قبره بمن معه آخر حاجة لي ثم ناداه عمر يا فتى ولمن خاف مقام ربه جنة رب مقام ربه جنتان فأجابه الفتى من داخل العبر القبر يا عمر قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين قال المحققون محققين ابن كثير هذه الرواية شوف الرواية دي ضعيفة ذكرها تاريخ دمشق جزء 45 و450 إسنادها ضعيف فيه رجل مبهم فيه رجل مبهم وفيه أيضا من لم نعثر عليهم وصية القحطاني لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.